طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020. اتكلمنا في الفترات الاستضافات الفاتت على عدد من المشاكل اللي لاقت الناس في خلال الجائحة بتاعت كورونا. احنا في الباحثين السودانيين يوم بدأت الجائحة وحصل اللوك داون والتباعد الجسدي، استضفنا أكثر من 60 ويبينار مختلف مع مختلف الخبراء، والناس عرفت المشاكل شنو وعرفت الإجراءات اللي بيعملوا فيها شنو إذا كان في القطاع الطبي الصحي إلى آخره، وكمان عرفنا الفرص والاستثمارات اللي ممكن تتعمل في المواضيع. من الحاجات الكبيرة اللي كان طوالي واضحة إنها فيها مشكلة الشبكة طاشة، ولا نكون عندنا ويبينار مع واحد من الباحثين وفجأة كده يقوم الكهرباء تقطع، الدنيا تظلم، الانترنت يضعف وإلى آخره. فواضح إنه عندنا قطاع مهم جداً جداً unnoticed، ما تشاف الناس، ما عارفة القطاع ده أهميته. بما يكفي تحية للجيش الأبيض اللي هو كلنا عارفين المجهودات بتاعتهم البزلت، وإنهم كانوا فروت لاينرز وواجهوا الموت، وربنا يتقبل جميع شهدانا. لكن عندنا قطاع تاني اللي هو الحصان الأسود، القطاع ده قاعد في الخلفية وبيقدم ما يكفي لأنه الناس تكون قاعدة في البيت تستحمل القاعدة والقفلة وكده. القطاع بتاع الاتصالات، قطاع هنمشي نحن في سلسلة بتاعة SWOT analysis، هنشوف شنو نقاط القوة وشنو نقاط الضعف، شنو المهددات وشنو التحديات. اليوم إن شاء الله هنكون بنتكلم عن التحديات بقطاع الاتصالات والتدابير بتاع الظرف وباء كورونا، ولكن في سلسلة تانية. يسرنا ويسعدني جدا انه المهندس وليد مدني مدير عمليات شبكة كنار، ومعه المهندس ايمن حسن الجيلي مدير التنفيذي شركة اوربت رود، يتواصلوا مع الباحثين السودانيين و they came up with the proposal لانه تحصل جلسة الناس يتكلم فيها عن المواضيع، وهم لهم الكريديت الكبير في انه الجلسة دي تكون موجودة ويكون فيها الدكاترة والأساتذة الرائعين. نرحب بالأخ الحبيب دكتور جمال أمين السيد مدير الإدارة العامة لشؤون التنظيم بجهاز التنظيم اتصالات والبريد. لذلك نرحب بالمهندس وليد مدني مدير عمليات الشبكة شركة كنار. نرحب بالمهندس عبد الله مبروك مدير مركز البيانات شركة زين السودان. نرحب بالمهندس أيمن حسن الجيلي هو موظف سابق في شركة كنار وحاليا مدير التنفيذي شركة أوربت رود. نرحب مرة ثانية لأنه قبل كده شرف ويبينات الباحثين السودانيين في موضوع الديزاستر ريكفري والبزنس كونتينيوتي المهندس فراز عثمان مدير المخاطر في شركة MTN السودان. ونرحب بالأخ الحبيب المهندس الطيب سعد عوض الله مدير أول التخطيط والتطوير بتجارب العملاء في شركة سوداني. أنا أنور فتح الرحمن أحمد ضفع الله مجموعة الباحثين السودانيين. يسعدني ويشرفني إنه إن شاء الله نتداول في خلال الساعتين الجايات كل التحديات اللي لاقت الناس الحصين السود القطاع بتاع الاتصالات من برا. فعندنا ثلاثة أهداف من الجلسة دي، اللي هو التعريف بالدور المهم للاتصالات كبنية تحتية، تقييم التجربة بتاع كورونا لكل من المشاركين في البانل، وتحديد التحديات بتاع توفير خدمة الاتصالات المختلفة. فهنبدأ بأول جزء منها، مقدمة التعريف بدور الاتصالات واصطحاب التحول ليه من إنه يكون رفاهية إلى ضرورة ودوره الأساسي في التحول الرقمي. الجزئية دي يغطيها معانا الدكتور جمال السيد. تفضل يا دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً في البدء أنا أحب أشكر وأشيد مجموعة الباحثين السودانيين بالمجهودات الثرة والمبادرات الطيبة اللي بيقوموا بها، ويشرفني جداً إنه الليلة أشارك معهم. أنا في عجالة المطلوب مني من دكتور أنور إنه أتحدث عن قطاع الاتصالات وأشراف قطاع الاتصالات، المهام والاختصاصات لجهاز تنظيم الاتصالات اللي أنا بمثله واللي هو بمثل الدولة. سريع وعلى وجه على سبيل المثال وليس الحصر، جهاز تنظيم الاتصالات والبريد
بموجب قانون الاتصالات لعام 2018 هو الكيان الوحيد في الدولة الممثل لتنظيم الاتصالات والبريد والمسؤول عن تنفيذ سياسات الدولة. دكتور جمال الخط وقف من عندك، الصوت وقف من عندك. يا دكتور. دكتور جمال. ايوه. الظاهر انت ضغطت ميوت من غير ما تشعر، يعني كان الصوت بتاعك ميوت. ما حبست اي حاجة. آخر حاجة سمعناها إنه القطاع من 2013 من القانون هو القطاع الريبريزنتيف التنظيم. أيوه. يا ريت تبدأ بس من البداية معلش. أنت كده سامعني؟ أي كده تمام سامعك. أي أنا ما لمست حاجة. وطبعاً القطاع مسؤول عن تنفيذ سياسات وخطط الدولة. نعم. وبيقوم بمنح التراخيص والأذونات والتصاديق لكل الأنشطة بتاعت الاتصالات من خدمات وتطبيقات، والأمين زي ما قلت هو على المصادر النادرة لقطاع الاتصالات من الترقيم والمسارات والطيف الترددي بالذات، والمسؤول عن تمديد وإنشاء البنى التحتية من شبكات الألياف الضوئية وأبراج الاتصالات للتغطية اللاسلكية والمخارج الدولية والكوابل البحرية وغيره من عناصر البنى التحتية. كمان عليه تحديد واعتماد تعرفة خدمات وتطبيقات الاتصالات وتحديثها دوريا وفق اللوائح المعتمدة، وطبعا من مهامه وضع اللوائح المنظمة المنبثقة عن القانون لعام 2018 للاتصالات والبريد. كمان مسؤول عن الخدمة الشاملة وتغطية المناطق غير المجدية اقتصاديا واعتماد التكنولوجيا العاملة ومطابقة المواصفات والمعايير وفقا للتوصيات العالمية ومطابقة وفحص الأجهزة والمعدات والأنظمة الواردة للبلاد والإفراج عنها فيما يلي الاتصالات تكنولوجيا المعلومات. بعد كده عنده المهمة الكبيرة اللي هي قياس ومراقبة أداء تقديم مشغلي الاتصالات في شبكاتهم وجودة الخدمات وفقا للمؤشرات المعتمدة والمتفق عليها. ده بعجالة شديدة جدا جهاز تنظيم الاتصالات والبريد. وطبعا ما ننسى انه مناطبه كذلك، لكن هو ما موضوع الحلقة بتاعتنا، تنظيم قطاع البريد بشركاته المختلفة بمعاييره بمواصفاته بتراخيصه بغيره بغيره. ده في عجالة شديدة جدا بالنسبة لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد. وأدلف على حتة صغيرة جدا مهمة جدا لها علاقة بقطاع تنظيم الاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، اللي هي المؤشرات الواقعية الآن لقطاع الاتصالات الموجودة. وبرضو على سبيل المثال للحصر لأنه هي كثيرة، عدد المشتركين بالهاتف السيارة الموجودين الآن في السودان فاق 28 مليون، بنسبة تغلغل فاقت 85% من توتال السكان، بنسبة تغطية جغرافية للمناطق المأهولة 85%، نسبة مشتركي الإنترنت فاق 25% من تعداد السكان، تمديدات الألياف الضوئية قاربت أو فاقت 33 ألف كيلومتر طولي. طبعاً ده كريديت كبير جداً للسودان بتفوق به على الدول النظيرة في المنطقة، لأنه الألياف الضوئية هي أكثر حامل لحركة الاتصالات وعمره أكثر من 20 سنة، فتكون واحد من الحاجات اللي بتخط تصنيف السودان في مصاف ممتازة. عندنا أكثر من 7000 برج اتصالات للتغطية اللاسلكية، عندنا 4 كوابل بحرية وعدد من المحطات الأرضية والساحلية والمخارج العالمية. ده على عجالة شديدة جداً إحصائيات من أشراف قطاع الاتصالات. طيب زي ما قال أخونا أنور، يعني أنا مديني زمن محدود إذا عايز أدلف لك طوال على التحديات اللي بيواجهها. نعم، كيف أنتوا كريجوليتر كيف أول ما جاءت الكورونا، الجائحة بتاعت كورونا، شنو المجلس اللي خطوها؟ نعم. هل يا دكتور أنور تفضل إنه أتكلم لك، ما دام تكلمنا عن الاتصالات قبل جائحة كورونا، أتكلم لك عن التحديات اللي بتواجه القطاع والمهددات. طبعا في اختلاف بين مهددات وتحديات. نعم، إحنا بس دارين نعرف، حنمر على الجميع ونعرف جداً. لما جاءت الجائحة بتاعت كورونا، يعني أنتوا كريجوليتر، أنتوا كحكومة،
أيوة. شنو الميجرز اللي خدتوها؟ يعني كل الناس كان مواجهه بانه محتاجه انترنت باندويتس كبير، القاعده الاستهلاك بتاعها، فانتوا شنو كريجيليتر عملتوه على اساس انه توفروا شركات وصارت؟ تفضل يا دكتور. طيب انا قبل ما اتخطى الحته دي، يمكن كريديت لقطاع الاتصالات في السودان. قطاع الاتصالات طبعا بيتبع لقطاع الخدمات في الدوله وقليل من القطاع الاقتصادي، لكن بيسهم في الدخل القومي للدوله مباشره وغير مباشره، وده دي حاجه مهمه جدا، بحوالي 14% من الدخل القومي للدوله. طيب نجي راجعين تاني للحته بتاعت الكورونا. كيف يا دكتور جمال، هو مصنف ضمن قطاع الخدمات وبيسهم ب 15% من ال 14%؟ ايوه. الزراعه ما زلنا بتسهم ب 14% من القطاعات الرائده بدون مقارنه، لكن لا ما مقارنه الرائدة. انا بس قصدي عشان الناس، احنا ريسيرشرز، احنا باحثين وبنحاول انه نفهم الامور شكلها كيف. تمام. اي يعني الان قطاع الاتصالات في غالبيه دول العالم مصنف من القطاعات الاقتصاديه وليس اقتصاديه. اي نعم، ما 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 خدميه، هو عنده كونتريبيوشن اقتصادي، لكن مينلي مصنف في القطاع الخدمي في السودان حتى الان. تمام. وانا احسب انه حيحصل تغيير قريب يعني ان شاء الله. ممكن. بالنسبه لجائحه كورونا زي ما سالتني، يعني ما ميول مني للجهاز اللي انا شغال فيه، ممكن انا استاذ جامعي قبل ما اكون في الجهاز، لكن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد القائم على التنظيم، انا في اعتقادي بكل حياديه انه ناضج وسريع الريسبونس. لما جاءت الجائحه دي طوالي وضعوا خطط وتدابير، كانت من اوائل الخطط والتدابير القوميه لمكافحه الكورونا بخدمات وتطبيقات الاتصالات بالنسبة للمشغلين في المنطقة، ورفعت إلى المكتب الإقليمي لاتحاد الدول للاتصالات، كانت من أوائل الدول، يعني وضعت خطة للمجابهة. الخطة كان بتتضمن بعض التدابير اللي هي زي وجهت لشركات الاتصالات، وهي كانت خطة متكاملة. أولاً فيما يلي داخلياً، جهاز تنظيم الاتصالات كل الإجراءات والمعاملات في مواجهة الشركات أو المواطنين أو القطاع الحكومي حتى الآن، والدليل على كده أنه أنا في المكتب، كلها كانت بتنفذ إلكترونياً. إلكترونياً بواسطة ويب سايت، بواسطة برامج بتاعت كونفرنسز ريموتلي كونفرنسز، وبواسطة إيميلز سنترال بيرسل فيه كل الشركات، كلها كانت بتنفذ الكترونيا. دي حاجات من تحسب لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد من اوائل القطاعات الحكوميه نفذت العمل الالكتروني. الحاجه الثانيه اضافه لهذه الخطط القوميه الخطه لمجابهه للقطاع بتاعها، فهي وجهت الشركات بانه سريع جدا تؤهل وتتيح شبكاتها للتغطيه ونفاذ المواطنين، وبطريقه مرنة في جمع أو الرسوم من المواطنين. وحتى نحن كقطاع حكومي كنا مرنين جدا في التعامل في الرسوم بتاعتنا الحكومية بنجمعها من شركات الاتصالات. ما كده وبس، قامت أعلنت لشركات الاتصالات أو أعلن الجهاز بأنه أتاح لهم واحد من المصادر النادرة في الدولة اللي هي تخصيص نطاقات للترددات لكل الشركات مجانية. ودي طبعا ما حصلت، يعني انا قبل شوي كنت في كونفرنس تبع جامعه الدول العربيه للدول العربيه، ما حصلت، كله مجانية لمواجهه الحركه الكبيره جدا للاتصالات المتوقعه لما الناس تكون في العزل في البيوت. اضافه الى كده، اتاحت الارقام المختصره لكل الكول سنترز للاستفسارات والشكاوي، واستضافت كول سنتر في برج الاتصالات، وفرت له كل اللوجيستكس والمعينات بالرقم 221، دي الارقام المختصره، وكان بيستقبل في اليوم حوالي 6000 مكالمه. واللي هو التابع لوزاره الصحه الولائيه، ده التابع لوزاره الصحه الولائيه بالتعامل مع الوزاره، استضفناه في البرج هنا عندنا في الطابق الاول، وفرنا له كل المعينات، وفرنا له الربط مع الشركات، وفرنا الرقم المختصر، وكان اداؤه طيب جدا جدا باذن الله.
إضافة لأنه وفرنا الأرقام المختصرة لوزارة الصحة الاتحادية 90-90 وأزلنا كل المشاكل اللي كان بتتبع هذا الرقم وخصصنا لهم وبدأت الاتصالات ده الاتحادية. بعد بعض الولايات زي الجزيرة والبحر الأحمر وصلتنا وطلبت منا أرقام مختصرة ووفرنا لها ووفرنا الربط مع شركات الاتصالات على أساس أن نعمل كول سنترز لمواجهة هذه الجائحة. تمام. يعني من الحاجات المهمة جدا معلش الأخيرة إنه كان جهاز تنظيم الاتصالات والبريد ساهم مع وزارة المالية والداخلية في الربط لمراكز بيانات المشتركين لشركات الاتصالات لدعم الأسر أثناء القفل، ودي كانت من الحاجات برضو البوادر الجميلة جدا جدا لشركات الاتصالات، وأحسب إنه شركات الاتصالات كانت متعاونة جدا وأداء كان جميل وراقي رغم الحتة بتاعت التضخم والأرباح الضعيفة والحاجات زي دي. إضافة لكذا أخيرا قطاع الاتصالات متمثل في جهاز تنظيم الاتصالات والبريد من جهاز تنظيم خارج الربط بتاعه تبرع بجعل مالي كبير جدا جدا للدولة لاستغلاله في مواجهة هذه الجائحة. انا اعتقد كده تكلمت كثير، لو دار اتكلم لك في التحدي دقيقه العافيه دكتور جمال. احنا حنجي مرين ان شاء الله، وطبعا يا اخواننا برضو نوري ان احنا هنا ده ما بالباحثين السودانيين المنبر بتاع ما ان احنا وهم، ولا انه والله في كومبيتيتيف يعني في كومبيتيشن بيننا، ان احنا كلنا في الجائحه وفي كل المصايب بتاع السودان كلنا توجذر، وي ار اول ان ذس توجذر. فزي ما احنا باحثين بنفتش على المشاكل وكده بنفتش على الحلول، وكلكم انتوا اعضاء في مجموعه الباحثين السودانيين الناس من مختلف المناطق بتاعتكم، واعضاء قديمين كمان دكتور جمال ووليد مدني وايمن والطيب وكلكم، فالواحد سعيد بكم جدا جدا، وهو نقاش حتى لو في اي حاجه فاتت على زول في نقطه محتاجه تكميل الناس بتكمل. فانا هنا داير امشي لايمن. ايمن انت زول يعني تيليكوم اكسبرت، كنت في كنار لفترة طويلة وعملت الستارت اب بتاعتك الشغل بتاعك، شنو المجرس اللي اخذتوها من ما جات الجائحة؟ ممكن تعرف بشركتك بتقدم شنو نوع الخدمات اللي بتقدمها وشنو المجرس اللي اخذتوها؟ تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السادة المشاهدين السلام عليكم، الاخوة الحضور السلام عليكم جميعا. لا يفوتني أن أشكر دكتور أنور على مبادراته المستمرة ودوره الكبير المثمر اللي بيعمله صراحة اتجاه المجتمع عموماً في الجانب بتاع الريسيرشز. الندوة الويركشوب أو الويبينار هي مهمة جداً جداً صراحة في إنها تفهم المستخدم في الإنترنت التليكوم أوبريترز اللي بيعمل بشنو والوضع عامل كيف والمشاكل والتحديات. فدي يعني فهمنا نحن ما يعني ما عاوزين انه انا حسي حاليا بتكلم بطاقتين، طاقيه بتاعت تيليكوم يعني اكس تيليكوم وحاليا الشركه بتاعت اوربيتورد اللي شغاله في مجال الكول سنتر از برايفت بزنس في الاي سي تي سيكتور. طيب فالاندرستاندينج بتاع القطاع بتاع الاتصالات وهو قطاع يعني لا يخفى اهميته على اي يعني فرد في المجتمع انه هو حاليا على النطاق الخدمي يعني دوره كبير جدا جدا، على النطاق الاستثماري دوره اكبر كمان، ودي ممكن الناس تاخذ فيها يعني نقاشات طويله جدا جدا من كيف نحول الاتصالات من نطاق خدمي لنطاق استثماري يعني يعود اكثر من 14% دي حتى يعني اللي هي بدخيله حاليا لخزينه الدوله. طيب فالفهم بتاع المواطن للتليكوم انفايرمنت عموما او الايكو سيستم بتاع التليكوم كله دي حاجة مهمة جدا جدا، ما عشان هم يستوب كومبلين، لا نحن ما درنا المواطن تستوب كومبلينينج، لكن عشان تكومبلين بفهم يعني افهم الحاصل شنو التحديات شنو المشاكل شنو بتواجه القطاع الكبير جدا 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 في بلد تحديدا زي السودان في مشاكل كثيرة جدا جدا اللي عارفينها يعني يعني حنتطرق لها ان شاء الله التشالنجز وحنسي فيها. فدور المواطن في انه هو تريز الكومبلينز حق مهم جدا جدا ومطلوب، وهو من حقه انه يعني تجيه خدمه جيده وخدمه ممتازه والكاستمر اكسبيرينس حقه تكون فري هاي، حاجه مطلوبه دي جيفن يعني ما فيها. بعد كده شركات الاتصالات ذاتها لما يكون في بوش عليها من الكاستمرز هي بعد ذاك ذاتها بتشوف المشاكل دي ذاتها هي شنو، يا اما قدرت تحلها او هي ذاتها قدرت تعمل بوش على جهه ثانيه
زي مثلا جهاز تنظيم الاتصالات والبريد اللي هو نحن بنعين له، ما بس كريجوليتر بنعين له كبضي بيحمي شركات الاتصالات وبوفر لها الانفايرومنت والسيت اب المريح انها تشتغل يعني وتقدم خدمه مهمه زي الاتصالات. دي كمقدمه بسيطه لاهميه الويرك شوب او الويبينار اللي هو تقريب الفهم من المواطن يفهم التليكوم ده الحاصل في شنو. طيب فيما يخص حاليا شركه اوربيتور شغاله في مجال خدمات الكول سنتر او سورس، وهو مجال بقى مهم جدا وعنده ترند عالمي جدا انك تاوتسورس يور سيرفيسز خصوصا في الكول سنتر تحديدا يعني. فصراحه ان احنا من بدايه الجائحه بتاعت كورونا عموما في العالم يعني اعصابنا القلق يعني نحن كاوربيتور، عشان نحن شويه الخدمه حقتنا حساسه يعني انت بتعتمد على الهيومن يعني المشين بتاعتنا هي هيومن، هي موظفين يعني احنا ما عندنا موظفين بيديروا شبكات او بيديروا اجهزه، لا نحن بنعتمد على الهيومن انه هم يكونوا موجودين فيزيكالي. فده كان اكبر تحدي لنا انه لو الموضوع ده انتشر في السودان اكثر ودخلت البلاد في تحديات بتاعت لوك داون ومشاكل بتاعت تسيير الشغل وكده، فكان يعني بنفكر زي ما بيقولوا 24/7 نحن بنفكر. منها بدينا صراحة يعني والحمد لله في الايرلي بلاننج، لانه يعني كيف انه نحن تمتجيت الريسك ده في فيوتشرز هو حصل يعني. فبدينا نخط كل السيناريوهات والحمد لله خطينا افتراضية انه ممكن يحصل لوك داون. فكان هنا دور الشباب الاي تي انهم تفاين السيت اب اللي بخلي اليوزرز او الكول سنتر ايجنتس يشتغلوا من البيت. وده كان تحدي كبير جدا صراحة، وانا في يعني في اخر البوينت دي حذكر التحديات اللي هي واجهتنا في الحتة دي. في الكورونا تحديدا يعني. تمام. بعدك حنتكلم في التحديات حقت القطاع كلها في راوند ثاني من الدسكشن. ممتاز. ف ال اي تي تيم كتر خيرهم يعني قدروا تو فايند السيت اب اللي هو كله يعني ايجنت من بيت ويقدر يدخل عن طريق في بي ان، وبعد ذاك انت ذات لازم عندك الرايت تكنولوجي ذات اللي هي بتتيح لك انك تحول المكالمات على ايزر لابتوب او موبايل اندرويد او كده يعني. فالحمد لله يعني at this time نحن الكول سنتر بتاعنا ما وقف، شغالين from home الحمد لله، قادرين to serve كل الكاستمرز اللي هم already ما شغالين وقالوا وقفوا الخدمة. فدي كانت تحدي كبير جدا اكيد فيها ups and downs فيها. انا حاجيك in depth، انا بس بتكلم بس عن الميجرز الناس اللي عملتها اساس انه بس تكون يعني موجوده في البيزنس بتاع موقف. حاجيك راجعين تاني للتحديات بصوره تفصيليه، وانت عندك ثلاثه ولا اربع حتات اعتقد انك انت ممكن تدي فيها انبوت يعني بصوره كويسه. طيب عبد الله مبارك، عملت شنو في زين؟ عبد الله مبروك، معلش اسف، عملت شنو في زين؟ جاي حاجات اهم ما انا اقوله هسي الشكر الجزيل لشهدائنا العظماء اللي خلونا يعني أو يتيحوا لنا فرصة إننا نحن نقدر نتكلم على الهواء مباشرة عن تفاصيل كان من الصعب جداً التحدث عنها. والشكر زي ما قلت للحصين السوداء شغالة من الخلف عشان تنريتش الكونتنت للناس وتخلوني استمتع بالقعدة في البيوت. شركة زين حقيقة عدت حزمة كبيرة جداً من البرامج عشان المزالة بتاعت الحظر، واشتغلت في عدد من المحاور. المحور الأول في توسعة البناء التحتية، والمحور الثاني الكونتنت انريتشمنت، والمحور الثالث الريتينشن بتاع الامبلويز ذاتهم في خلال فترة الحظر. للمحاور الثلاثة دي أعدت الشركة ميزانية بتفوق الـ 55 مليون دولار، منها 30 مليون دولار اشتريناها بها الترددات عشان نوسع بها الباندويث، لأن الناس حيكونوا موجودين في البيوت وفي برامج كثيرة أصبحت تتطلب استخدام الإنترنت، فده كان لابد منه اللي هو توسيع الباندويث للأكسس نتورك بالنسبة للمشتركين. برضو قمنا بإضافة حوالي 125 سايت بتاعت 4G، الصيدات دي اتركبت أثناء فترة الحظر، يعني ده كان مجهود جبار جدا من ناس الويرهاوس وناس الامبليمنتيشن وناس الأوبريشن وناس البلاني، فحقيقة كانت يعني مجهودات جبارة اتنفذت فيها ترتيب 125 صيد بتاعت 4G ولسه ماشيين لأكثر من 200 خلال الفترة دي إن شاء الله. برضو عملنا توسع للبنى التحتية من الألياف الضوئية
لساعات يتراوحت ما بين 100 جيج ل 10 جيج. دي برضو عشان نقدر تسيرف الكاستمرز بصوره ممتازه، لانه كانت رؤيه توضح انه التعليم عن بعد حيستغل الخدمات الالكترونيه، حيزيد الطلب عليها، الخدمات البنكيه حتزيد الطلب عليها، لانه الناس بتتحرك، فاي امكانيه بتاعت انك تقضي مهمتك الالكترونيا او عن ديجيتال سيرفيس بيكون احسن لك، وكده بتضمن انه فعلا الناس قاعدين في بيوتهم وما بيتحركوا. برضو تمت اضافه ساعات بتاعت انترنت جديده عشان تخدم ال requirements الجديده. برضو تخاطبنا مع شركات فيسبوك وجوجل على اساس انه تو ديليفر الفايلات بتاعتهم، لان هم كانوا حسب ما يلقوا عندك في البانلس هم بيدوك ديليفري، ممكن يدوك لها بهاي دنسيتي، فطلبنا منهم تو ديليفر الفايلات بستاندرد ليفل على اساس انه الكاستمر الباكج بتاعته ما تخلص بسرعه، رغم انه الريكوست ده ممكن يكون يسبب لنا احنا ضرر، لانه احنا دايرين نبيع بسرعه عشان نكسب قروش كثيره، لكن برضو عايزين كمان الكاستمر بالحته دي. برضو كمان تمت يلا ده في ما يلي توسعه الشبكه عشان تسيرف الكاستمرز والريكويرمنت الكثيره اللي حتجي دي. في الكونتنت انريتشمنت دي عملت فيها برضو حاجات كثيره، عملنا تفعيل لخدمه فيسبوك فليكس، ودي خدمه مجانيه للرسائل والبوستات، يعني اي زول ما عنده قروش ممكن يستخدم الخدمه دي ويشتغل، وافتكر برضو هي افيلبل في شركات ثانيه. برضو قدمنا خدمه ثانيه اسمها زين لاند. زين لاند دي عباره عن منصه كبيره جدا فيها مجموعه من البرامج والالعاب بتتناسب مع طيف واسع من 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 رغبات المشتركين، بيبدا من الاطفال لغايه رجال الاعمال. برضو فعلنا في خدمة اسمها زين أب. زين أب دي عبارة عن برنامج بتنزله بتدير به حسابك عشان تدفع، عنده API مع البنوك، يعني انت بتقدر تدفع قروشك وتدفع فاتورتك، توقف خدمة دي خدمة تعمل كده على اساس انه نضمن انه الزول قاعد في بيته تقدر تحصل على الخدمات اللي هو محتاجها. برضو تم تفعيل برامج بتاعت التسلية والمسابقات في رمضان والعيد، ولا ليغا كبرنامج رياضيه. انا حامر على الحاجات بس بسرعه كده لانها هي كثيره ما عندي حصه. لا احنا طبعا يعني عارفين انه بيكون في كميه بتاعت ميجرز، لكن بس كل ده نعرف الحاجات الاساسيه اللي هي بتخلي الناس يقدروا يواجهوا الحته دي. فعبد الله شكرا لك، فعلا الناس بتكون عملت. اعتقد انه اكثر عدد مشتركين موجودين عندكم في الـ في الـ في, الـ في الشبكه. أيوة. مش كده؟ ايوه تمام. اوكي، حرجع رايحين تاني للتحديات، وبرضه في تحديات مخصوص انت المفروض انك انت تغطيها، يعني توضحها بالنسبه للناس. طيب طيب باشمهندس الطيب، شركه السوداني اللي هي دي زي ما يقولوا شركتنا، اها عملتوا شنو؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. مجموعه الباحثين السودانيين، كل الشباب اللي بيشاهدونا الليله لايف على الفيس، حقيقة سعيد بأنه أكون ضمن الكوكبة اللي حتتحدث الليلة عن تحديات الاتصالات في السودان والتدابير اللي اتخذتها الناس تجاه الوباء بتاع كورونا. ربنا يرفع الوباء عن البلاد ويريح الناس، يعني مع أنه بقى واقع خلاص مصبين إن إحنا نتعامل معه لقدام. طيب أنا حقيقة حأبدأ الكلام بمقدمة صغيرة. إحنا في سوداني هي إحدى شركات سوداتيل، يمكن دي حاجة جايطة للناس وأنا أحب أوضحها لمجموعة الباحثين السودانيين. سوداني هي المشغل لسوداتيل في السودان، زي ما عندنا شينجتيل هي المشغل بتاعنا في موريتانيا، وكذلك إكسبريسو في السنغال. طيب ده كده عشان نفهم، أبو التاني منه سوداني أبو سوداتيل ولا سوداتيل أبو سوداني؟ سوداتيل هي الجروب الكبير، وسوداني هي بارت اوف سوداتيل. اوكي تمام. هي الاوبريتر في السودان هنا. سوداتيل زي ما تفضل دكتور جمال، طبعا ادانا مقدمه جميله جدا عن كل الانفراستراكشر في السودان، واللي هي سوداتيل الحمد لله كانت من اكبر الشركات اللي قدمت في الانفراستراكشر، ونحن بنقول انه عندنا منافذ على البحر الحمد لله. عندنا اي سي اي، عندنا اي سي اللي هو ذاك في غرب افريقيا من كيب تاون لحد ما نصل لمارسيليا، وعندنا كمان من بورت سودان لحد ما نوصل لكيب تاون مرورا بجيبوتي ومشغشغر لحد دا اي سي،
نحن برضو شركاء فيهم، إضافة ل عندنا مع STC الاتصالات السعودية عندنا ساس 1 وساس 2 اللي هو نحن بشراكة 50% وضرابة السعودية يكون هو المدخل لآسيا. سويدل بتملك حقيقة يمكن إنفراستراكشر كبيرة جداً، عندها 3000 حاجة كيلومتر من الألياف الضوئية. الحتة بتاعت الجائحة الناس اشتغلت عليها في السودان، حقيقة في السودان هنا على محورين، محور متعلق بالمجتمع ومحور متعلق بالشركة والإنفايرمنت الداخلي. قدرنا الحمد لله نكون لجنة بصورة سريعة جداً، والحيديات بتوجيه من الإدارة التنفيذية مشكورة، عشان الناس تقدر تحمل عاملين وتوفر لهم جو وبيئة مريحة للعمل لحد ما وصلنا لمراحل المختلفة لحد ما وصلنا للإغلاق الكامل. الحاجة دي كانت طوالي طبعاً بتتبع تعظيم للمباني، الكمامات، الماسبيس اللي هو كل المستلزمات الوقائية للموظف عندنا أو العامل لو بيقى في الصايد برا أو داخل المكتب. الناحية الثانية اللي اشتغلت عليها سوداتيل وهي بتتبع للمزولية المجتمعية أو CSR عندنا، اشتغلنا حملة كبرى لنظافة وتعظيم محليات ولاية الخرطوم، يمكن الناس كلها شافتها، وكانت مع اتخاذ المصارف وبنك المال، ووفرنا أجهزة بتاعت ماي فاي لمركز جبرة للعزل. اشتغلنا في دعم استاك المعمل بتاع استاك برضو مع شباب الحوادث باحتياجات المعمل. كنا شريك لسيف تشيلدرين اللي هو رعاية الطفولة في التوعية بجائحة كورونا. أهلنا مستشفى دنقل للطوارئ برضو في الفترة دي ذاتها على أساس أنها تكون جاهزة عشان تستقبل الجائحة وكل الحالات اللي بتصلها. قدمنا أبو 3000 سترة واغية للجيش الأبيض، وربنا يحميهم ويقدروا منه يقدمون لنا أكثر وأكثر. ده كان بالمشاركة مع ناس شارع الحوادث مشكورين، وكمان اشتغلنا مع مجموعة موز بمشاركتهم بعدد من الأجهزة بتاعت التنفس الصناعي. بالنسبة لل كونكتيفيتي الكسمر الكسمر نحن في الحاجات دي كلها اللي اشتغلت على سوداني هي يمكن عشان تريح الناس في بيوتها. نحن يمكن مشينا لأنه كل الخدمات بتاعتنا تتوفر للكستمر وهو قاعد في بيته. يمكن أي من يتعرض للموضوع بتاع الكول سنتر، نحن يمكن سويتين بتمتلك كول سنتر ضخم جدا إضافة للداتا سنتر، فيه عدد كبير من السيرفرات والمساحات الهائلة التي تحفظ البيانات. الحمد لله الكول سنتر كان شغال وما زال شغال بصورة كبيرة جدا، يمكن مرضية نوعا ما. نحن بنقول حتى أثناء الجائحة نحن وصلنا لنسبة بتاعت رضا بقى كم 60% وكم 70% حسب السيجمنت. عملنا أرقام للتواصل بالواتساب، فعنا كل الواجهات الممكن يلقاها الكستمر عشان يقدر يحل مشكلته ويطرح علينا. فكان عندنا أرقام الواتساب 120 120 120، عندنا 120 5.1 120 5.2، عندنا موظفين قاعدين تماما نتيح الواتساب، بنصل ل 6000 رسالة بتاعت واتساب الناس بترد عليها بصورة يعني سريعة جدا. الحمد لله الرضا كان كامل جدا، بنقدر نحل لأي مشترك كان المشاكل اللي بتواجهه بيوكي بكل الحاجات بتاعته. نعم. فالحمد لله السيساد كان ممتاز جدا في الكول سنتر. وإضافة لكده مشينا لأنه حتى نصل للكستمر في بيوتهم، فكان عندنا مبادرة يعني يمكن فريدة جدا إنه نحن عملنا الديليفري للشرائح ولخدماتنا. يعني انت قاعد في بيتكم في الاغلاق الكامل، ما عليك الا تضرب الرقم 101 بيتواصل معك الموظف بتاعنا، بتحدد له المنطقه بتاعتك والحاجه اللي انت راغبه، بتصلك العربيه وفيها موظف مجهز تماما بالستره الواغيه والحمايات اللازمه له، ومعاه جهازه يعمل لك كل السيرفيس اللي انت عايزه، تغيير شريحه وضعه كل الحاجات اللي انت عايزها من العربيه طوالي مربوط بفي بي ان، وكل الخدمات اللي بيقدمها لك في السنتر هو بيقدمها لك قدام البيت. والحمد لله يعني حتى وعشان نحن نطلع كمان من موضوع انك انت تسلم كاش ونساعد على انتشار الوباء، مشينا للدفعيات. فعلنا الحمد لله الدفعيات بتاعتنا مع كل الوسائل بتاعت الدفع الالكتروني
مع اي بي اس والبنوك حتى ما دخل في الموضوع بتاعت اي بي اس. احنا هنجي راجعين للحته دي هنغطيها اكثر. شكرا لك يا طيب على الاوفر فيو ده. نمشي ل ام تي ان فراس. قبل كده كان اخذنا فكره طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام. في السيشن اللي فاتت عن الحاجات الميجرز انه الناس كان متوقع وما متوقع وكده، لكن شنو الحاجات الميجرز اللي عملتوها في ام تي ان لما جات الجائحه اتصالات؟ طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا طبعا عشان ما اعيد لك الكلام اللي كان قلته في السيشن اللي فاتت، كان فيه ترتيب يعني تفصيل الكرايسيس مانجمنت بلان بتاعتنا ومن الاكتيفيشن حقها والميجرز اللي عملت قبل وخلال يعني. لكن واحده من الحاجات يعني الدايره سكور هي كان بالنسبه لنا بمثابه تحدي، وانا بعتبرها سي انجاز يعني. واحده منها زي ما تفضل الدكتور جمال برضو ذكر انه الخدمات، انه قطاع الاتصالات اصلا مصنف تبع الخدمات، لكن حتى في الخدمات هي زي الخدمات الاضافيه يعني. احنا اثناء الحظر وفرض حظر التجوال كان بتواجهنا مشاكل كثيره بتاعت انه الموظفين بتاعنا والمهندسين ما قادرين يصلوا للمواقع عشان استدامه الشبكه كانت من اولوياتنا يعني في الفتره. فقدرنا انه نصل انه نوصل فهم انه الاتصالات هي خدمه اساسيه مفروض تكون شغاله زي المستشفى زي الاكل والشراب بمساعده جهاز تنظيم الاتصالات برضو واتصالاتهم يعني. قدرنا نزيل عقبات كثيره كانت بتواجهنا في الفتره اللي فاتت مع جهات حكوميه ونظاميه. قدرنا نصل لانه يكون الموظفين عندهم تصاريح بتاعت مرور، وانه الخدمات حقتنا تكون مستمره. يعني نجاح التجهيزات بتاعتنا كلها للكرايسيس مانجمنت بلان هي نتيجتها بتظهر في استمرارية الشبكة والأرقام اللي حققناها من ناحية العوائد بتاعتنا والكواليتي بتاعت السيرفيس إن شاء الله يعني بتاعتنا للدعم الإبداعي. في كان برامج أنا برضو يعني ما حافظت شديد، لكن بس النماذج اللي أنا حاخدها كان في برنامج اسمه تطبيب الإلكتروني. التطبيب الإلكتروني ده كان معمول مع مركز جبرة، انه عملنا لهم كان عندهم مشكله انه الاخصائيين لانه عددهم محدود، فلو دخلوا مراكز الاي سي يو غرف الاي سي يو بيكون نسبه الاكسبوجر حقتهم للانفكشن عاليه. فالبرنامج ده بيخليهم هم في غرفه ايزوليتد وبيتواصلوا مع الدكاتره في الاي سي يو، وبيكون في فيديو كونفرنس وبيدوهم التوجيهات المطلوبه وهم بيكونوا امنين يعني. زيادة على السترات الواقية والمعينات للكوادر الصحية، زيادة على إنه برضو كان في ميزانية مخصصة للعالقين في مصر زي ما ذكرت مرة فاتت. فدي كانت أكبر التحديات، لأنه CSR budget دائما هي بتكون بلاند يعني على السنة، والكورونا هي بدت معانا من شهر واحد بعد ما البلاند قفلت يعني. لكن المانجمنت كان متفهم هنا to invest more في لأنه دي حاجة exceptional. فدي كانت أكبر الإنجازات لنا إنه إحنا قدرنا نوفر بودجت مناسبة نغطي الحوجة للدعم الاجتماعي اللي كان مطلوب. في بعض برضو الحاجات ممكن نتطرق لها تاني، هي كانت تحديات. هاي التحديات إحنا حنجيها يعني، إحنا بس كنا نتكلم هسي على الميجرز اللي عملتها الشركات لمواجهة الجائحة. هي أنا زي ما كان حكيت المرة فاتت عن كرايسيس مانجمنت بلان بتاعتنا، كان اخذتكم على الليفلز كلها. هسه احنا في تجهيزات العوده بتكلم عنها ان شاء الله لاحقا. ممتاز ممتاز جدا. الحبيب طبعا يا اخوان السيشن دي كان المفروض انها تكون مودريتد بواسطة وليد مدني، ولحسن حظه انا اسم مودريتر. ف وليد
ورينا شنو المجلس اللي عملتوها في كنار. انا هعمل شير السكرين هنا ده في صورتين حوريهم في اثناء ما بتتكلم انت. ادي الليتر. اوكي تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. السودانيز ريسيرشرز انيشيتيف. سعيد بانه اكون ليلة مع المجموعه الجميله دي. تو شو يعني الرول بتاع الاتصالات في المجتمع. الاتصالات از نوت اولي جست ا كول انك تضرب لزول تقول له هناي تقول له كده كده. لا صارت عندها رول اكبر من كده في المجتمع. افتكر كل الناس ديورنج الجائحه دي حسوا باهميه موضوع الاتصالات. اول حاجه عايز تهز الفرصه دي واجاوب على سؤال انا دايما بتساله، هل كنار دي لسه شغاله؟ يس كنار موجوده وحظر موجوده رقم اي تحدي كبير. يمكن كنار فرقه من باقي الشركات، هي شويه مختلفه، هي fixed services provider أكثر من موبايل. فنحن الناس الأفراد هم عندنا يعني قطاع بتاع أفراد، لكن دلما الماجوريتي بتاع الكاستمرز بتاعنا إحنا بنخدم قطاعات كبيرة ترينز من الأفراد مروراً بالبيزنس الصغيرة، الشركات، المؤسسات الكبيرة، the government، الأويل sectors up to ممكن نقول البانكس، كل قطاعات البيزنس موجوده احنا والسيرفر حادي. في الحقيقه نحن ويشير الماركت بتاع الانترنت في السودان مع اخواننا في سوديتيل بلس اور ماينس 50% ويشير معهم. احنا ويسيرف 50% من الانترنت الموجود في السودان ده كله، يعني بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. عندنا شبكات مختلفة بتخدم كل القطاعات دي، في فايبر اوبتكس، في 4G، في واي ماكس نتورك، في 4G نتورك، في 3G نتورك، في عندنا في سات للريموت ارياز. كل انواع الشبكات دي موجودة عندنا. فاتمنى انه الناس تفهم انه كنار دي موجودة بطريقة مباشرة او غير مباشرة. بالنسبة لكورونا، احنا اول حاجه عندنا كرايسيس مانجمنت تيم موجود، بيختلف شويه، هو كروس فانكشنال تيم، يعني في ريبريزنتيف من كل ديبارتمنت في الشركه، ممثل موجود في في التيم ده. التيم ده هيد باي البيزنس اكسلنس هيد وده ريبورتنج للسي او دايركتلي. اول ما بدات موضوع كورونا بدا يظهر في شهر واحد، كنا متابعين الميديا بطريقه لصيغه و كنا بنستنى التوجيهات بتاعت وزارة الصحة وكده. يعني جات توجيهات واضحة من الإدارة بإننا نجتمع ونسمع الحاجات اللي بتقول الحكومة وزارة الصحة، بلس الحاجات في ميديا، ونرفع توصيات أكوردنج يعني للمانجمنت. في محورين أساسيات بالنسبة لنا كان في الموضوع ده. المحور الأول اللي هو الموظفين بتاعنا وسلامة الناس في الشركة وكده. وبعد ذاك المحور الثاني الشبكة والمشتركين بتاعنا. We have to serve الناس ديل لأنهم هم نفس الكاستمرز بتاعنا المختلف، يعني بالنسبة لنا نفس الكاستمرز بتاعنا، they moved من المكتب أو من الشغل مشوا البيت. ف we need to serve them with the same quality of البيت أو في المكتب في البيت إن شاء الله. بالنسبة للموظفين بيجينا شوي شوي بنخفض عدد الناس، بدينا ب 50% بعدين 25%. الناس الموجودة كلهم وفرنا لهم الكمامات والمعقمات والأويرنس في البيلدينج كله، كل الكاستمرز اللي بيجونا نفس الفكرة. بالنسبة للنتورك التيمز بتاعتنا، طبعا في جزء كبير من التيمز released home وبيقول تماما. احنا اكشن السيت اب بتاع الشغل في التليكوم اصلا جاهز للكوارث والحاجات دي. احنا اصلا يعني الناس كلها كونكتد، الناس كلهم عندهم في بي ان، ما في مشكله. الناس اصلا بيشتغلوا في 24 hours في الويكندز، يعني احنا اولموست جاهزين. كل اللي حصل انه في تيمز كومبليتلي مشت البيت، الايام بتاعت المينتنس، الباور، الفايبر، المينترنس بتاعت الوسايتس ديل،
توفرت لهم المعينات بتاعتهم، عرباتهم كلام زي ده، وبيجوا قاعدين في البيت. اي حاجه النوك بتاعنا طبعا شغال as usual 24/7، ما حصل فيه اي تغيير. فيميلس بيضربوا للزول، الزول بيكون جاهز سواء يشتغل حاجه ريموتلي طوالي من هيز لابتوب او هناي. عايز اقول انه يعني during الفتره دي المورال او الافيليبيليتي بتاعتنا قدرنا تو مينتين تماما. ايفن البرودكتيفيتي بتاعت الناس افتكر يعني افضل، يعني because we cannot احنا we believe in our customer. يعني كان حاجه واضحه شديد بالنسبه لنا انه او دايركتور بتاعنا يا اخواننا we need to serve our customers بطريقه كويسه، ما عايزينهم يحسوا ان هم في وقت، especially انه احنا الخدمه بتاعتنا للناس اللي في البيت fixed service through 4G بتاعنا. It's a home، يعني بيت موجود فيه أسرة، الأسرة دي كلها مفروض تكون قادرة تشتغل أونلاين، قادرة تقرأ أونلاين، قادرة تشوف إنترتينمنت أونلاين. فقدرنا الحمد لله تسيرف الناس ديل بطريقة كويسة. كان في شوية إشكالات في طريقة الدفع. بالمناسبة الدايركتورز حقت الهيئة منها إنه ما الناس ما تقطع الفواتير الكلام ده، وانتسلنا الموضوع ده تماماً. ما قطعنا فواتير في الفترة ديك، وبالعكس يعني ما قطعنا فواتير في نفس الوقت، سهلنا موضوع الدفع الإلكتروني. ليتر بعد ذاك في أبريل كان عندنا بروموشن على 4G سيرفيس بتاعتنا، كان عملنا تخفيض like 25% للناس عشان يعني we truly care about our customer في الفترة دي. يعني من الحاجات اللي برضو عملناها إنه كان عندنا تعاون مع المركز القومي للمعلومات، وفرنا خدمة بتاعت كول سنتر لوبائيات الجزيرة هناك. ده حاجة بالتعاون بيناتنا وما نقدر نقدم الخدمة دي. ده اللي حصل معانا في كندا. ممتاز، ممتاز جدا جدا. أنا سعيد جدا إنه يعني أسي كلكم تقريبا وريت الجهود بتاعت الشركات بتاعت، واحنا عارفين بيكون في جهود اكثر، عارفين انه والله يا اخي في كمامات توزعات وفي يعني شغل بتاع سي اس ار تعامل المجتمع، ده كلنا في جائحة سوا. لكن الحته مركزين على اكثر اول جلسه مينلي حول التليكوم. التليكوم اللي هو قطاع مهم جدا جدا، والناس كلها بقت يعني مقتنعه تماما بجدواه، ونعتقد انه يعني في المستقبل في ناس كتار جدا ممكن يفكروا they would rethink الكارير بتاعهم في انه يكون حاجه لها علاقه اونلاين، لانه وضح الان انه businesses كان يعني work و sustain without يعني going to a place اسمه work. يعني there is no such place called work where work happens، صح؟ فالحاجه دي شكلها حاجه واضحه، لكن في تحديات بتواجه الحاجة دي في من الاتصالات تحديدا انها تحصل. وشكرا لك انك انت يعني غطيت الحته دي، لانه بيل دكتور جمال ما قالها انه الهيئه كلمت شركات اتصالات انه ما يقطع من زور الخدمه، مش كده؟ ديل يا توب كان مقصود يا دكتور جمال، ديل ناس البري بيد ولا البوست بيد، ديل ناس الهوم ولا الاوفيس، يا تو ناس؟ نحن على وجه العموم في التدابير بتاعتنا تحدثنا مع شركات الاتصالات بانه كل المشتركين ما تقطع منهم الخدمة، وخليك مرن جدا في تحصيل رسومك منهم خالص، يعني حتى ممكن ترجئة أو غيره. وفي نظير في يعني بمقارنة مع في نظير ذلك، نحن بنمنحك إذا عايز سبيكترم مجاني، والسبيكترم يا أخواننا الراديو يعني نطاق بتاع ترددات عشان تعمل بيه مشتركين زيادة، عشان تغطي بيه وتقابل بيه الترافيك الزيادة. فكلهم استجابوا، ما في شركة امتنعت، ما في شركة اعترضت، بل بالعكس كانوا متعاونين جدا، وكان عندهم مبادرات أكبر من الحاجة اللي احنا طرحناها لهم في التدابير بتاعتنا كخطة قومية. فالحمد لله كان في استجابة كويسة جدا، في تعاون، في اجتماعات متواصلة ريموت معهم، في اجتماعات حتى فيس تو فيس سام تايمز لما تكون في حاجة استراتيجية وكده. عبد الله كان يتكلم انهم دفعوا 50 مليون دولار عشان يشتروا، ها؟ ده قبل قبل الجائحة، قبل الكورونا، هذا كان هذا لغرض أشغالهم هم والسيرفيس بتاعتهم. تمام، ممتاز. كان قبل، لكن طيب. طوالي نحن لهم زيادة، نعم. من الحاجة اللي اشتروها عشان يقابلوا بها الزيادة بتاعت مشتركينهم، أدينا وقلنا لهم نديكم زيادة فري،
مؤقتا في فتره الكورونا دي. يعني قدمت لهم السبد يعني هاي لما هم كان في الاول يشتروا بقروشه، ولك ان تتصور اسعار السبيكترا محليا وعالميا 50 مليون يعني دولار. نعم. قلنا لهم احنا بنديكم فري مجاني في سبيل انه نجابه هذه الجائحه مع بعض. وفعلا في ناس جو طلبوا وناس اخذوها وزادوا لكن بالمقابل انت خليك مرن جدا مع المواطنين، بالمقابل ادي جوده خدمه كويسه، بالمقابل التعرفه بتاعتك ما حنزيدها يعني ما يكون في زيادات لاثناء رغم التضخم الكبير والاشكاليات التحديات الكبيره. بالضبط هذه الحته يا دكتور كنت انا داير يعني ارمي لك فيها الكوره في ملعبك، انه تحديات تنظيم عمل شركات الاتصالات، انت كريجوليتر شايف التحديات اللي بتلاقيهم شنو؟ والله يا دكتور انور انا اعتقد بنكون مجحفين جدا لو تحدثنا عن التحديات للشركات والقطاع هي لا تنفصل عن بعض. قبل ما نتكلم عن مواضيع القوة والفرص يعني حق نكون شوية وطنيين ومتفائلين، يعني مواضيع القوة مهمة جدا. نعم مواضيع القوة والفرص بالنسبة لقطاع الاتصالات في السودان مهولة كبيرة، وده هو السبب الخلاه مستمر، خلى القطاع ده مستمر وناهض وماشي وناتيور وكده. يعني اولا من مواضيع القوة بتاعت قطاع الاتصالات في السودان الموقع الجغرافي، الحبانة به ربنا سبحانه النعمة على 7 دول وجنبنا دول لان لوكس مكفولة تماما، نحن على 7 دول وعندنا منافذ بحرية وغيره وغيره. هذا الميزة كانت مهمة جدا بالنسبة للسودان. أضف إلى ذلك المنافذ بتاع السودان من المواضيع القوة الشبكة الكبيرة جدا بتاعت السودان من الألياف الضوئية اللي بتأهل السودان إنه يكون مركز أو هب. نعم للخدمات بتاعت الانترنت والفويس وغيره وغيره لكل افريقيا، والانظار تتجه الى ذلك. فهذه مواضيع السيستم بتاع السودان التعريفه بتاعت اساسا قويه جدا جدا بين الشركه الاقلاليه القطاع سبب المنافسه فيه دي انه الدوله ما دخلت، لو دخلت كانت شوهت كل هذه الاستثمارات اسوه بالدول المجاوره، يعني كل الدول في المنطقه والمجاوره الكلاسيفيكيشن بتاعها متدني لانه المعايير الدوليه بتقول لك او التوصيات الدوليه بتقول لك انه الدوله ما تخش في القطاع، تخليه فول كومبيتيشن فيه فول كومبيتيشن عشان الاسعار تتدنى عشان جوده الخدمه تعلى. وده الحاصل لنا في السودان ما من الان. الاسعار في السودان من ارخص الاسعار بتاعت الانترنت في العالم. في العالم ولا في المنطقه؟ من ادنى الاسعار في العالم، وده ما جاء من يعني بنزين واتصالات الاثنين ارخص حته. يس البنزين يمكن لانه الدوله خدت ايده فيه ودعمه و لكن احنا ما داعمين الاتصال، يعني الدوله لم تدعم الاتصال، لكن الافراز ده جاء من نتيجه حاجتين. نتيجه المنافسه الضخمه جدا جدا ورفع الدوله ايده عن الاستثمارات. الدوله لو دخلت كمستثمر زي الدول المجاوره لنا غير زي السعوديه مصر غيره الامارات، لو دخلت كمستثمر حتشوه المنافسه وحترفع الاسعار لمصلحه الدوله. طيب ما في الان اصوات يا دكتور بتقول لك انه المفروض انه شركات اتصالات يعني يحصل لها اكوزيشن باي الدوله، والدوله تكون هي يعني حته بتدخل قروش، دخل 14% من الدخل القومي. يس اي ده كلام لوكالي، ما في المعايير الدوليه. ايوه ما هي المعايير الدوليه. طيب ده حيرتد على المواطن سلبا. كيف؟ ما تنسى ان احنا ما حتتدع على التعريفه حترتفع جوده الخدمه ذاتها حتضطرب جدا. انا كدوله عندي شركه اتصالات اكيد حكون مايل لشركتي دي اذا تجاوزت في جوده الخدمه ما حعاقب لانه بكون بعاقب في نفسي. اذا الاسعار ذاتها بتحكم فيها بدي امتيازات تسهيلات غير وغير، فالمستثمر الاجنبي والوطني المنافس لها ما حيقدر ينافس. دي من الاشكاليات الكبيره جدا اللي بتميز بها السودان انها ما موجوده، فادت الى تدني التعرفه. ولا زال الان التعرفه بالنسبه لدخل الفرد بالنسبه للعالم بانها تعرفه مش معقوله، متدنيه جدا جدا يعني. والناس يستغل دي واحده من الفرص الممتازه جدا. توزيع الترددات ذاتها عندها يعني ميزه او هنا في السودان ممتازه جدا، غير الكادر المؤهل جدا. يعني نحن الان مصدرين للكوادر في الاتصالات للعالم كويس. التصنيف الجيد من التصنيف دوليا للسودان، التمثيل الدولي الكبير للسودان
في ومستوى المنافسة وغيره وغيره واستغلالية المنظم، دي كلها advantages، دي مواقع قوة للهديات. لأنه دكتور أسي أنت بترسم لنا صورة وردية جدا و جاي اي بالضبط لأنه تعرف الكومنتس طوالي بتمشي طرديا مع كل بوزيتيفيتي الناس بتبرزها. يعني أنا زول بوزيتيف يعني الباحثين السودانيين ناس بوزيتيف، لكن لما يكون الزول أسي دي بيعاني من أنه جودة الخدمة بتاعته تعبانة وبتاعه يقولي أنا صارت ده بيكله بشنو. أنا لازم أقول لك مواضع القوة والفرص بتاعتي في الأول، ثم أدلف لك للتحديات عشان أبرر لك إنه الإخفاقات البسيطة دي حاصل فيها شنو، ثم بعد كده في النهاية ممكن نقول توصيات، يعني ولو توصيات جزئية لهذا السيشن. لكن طبعا من التحديات الكبيرة جدا جدا الضخمة هي مهدد وينسحب على تحدي داخلي، مهدد يعني دول اللي هي الإمبارجو، الحظر الأمريكي الأحادي وإيقاف التحاويل المالية، ونحن عندنا مستثمرين أجانب عايزين يحولوا أرباحهم. طيب أيوة هنا في الحتة دي يا دكتور، بس دعنا نقسم الحتة الاثنين. إحنا عندنا شركة سوداتيل أو سوداني، دي الشركة الوحيدة السودانية. في ثلاثة شركات يعني كانار وزين وMTN، كلهم شركات يعني استثمارات أجنبية. أي بيساهموا في الدخل القومي وفي تشغيل المواطنين وكذا، لكن في النهاية افترض إنه ما سبجكت للسانكشنز ولا شنو؟ لا ما كيف سبجكت للسانكشن؟ ما عنده تحويل الآن، لو عايز أحول السانكشن الريسبونسز أو الرياكشنز بتاعته إنه التحويل الفاينانشال موقوفة ضد السودان، فأنت بتنتقل من إطار مستثمر أجنبي إلى إطار دولي على السودان. لو عايز تحول لسي من أي بنك أنت موقوف، عايز تحول من برا تجيب قروشك بتاعت الحركة العالمية اللي هي بتندرج فيها سوداتيل الآن عندها استثمارات خارجية وعندها حركة عالمية صادرة من هنا كويس، وحركة عالمية واردة، فعندها قروش بتجي من برا إيفن إنها وطنية برضو ما بتقدر الفاينانشال ترانزاكشن ما بتستمتع بها. ده نمره واحد. نمره اثنين، هذه الشركات اغلب شبكاتها وانظمتها وبرمجياتها و تشترى بالعمله الصعبه من برا، وانت اساسا محظور عليك ان التعاملات الماليه. اضف الى ذلك الحظر الامريكي والتعاملات الماليه، وادى الى حيتين خطيرين جدا، افضى الى شح العمله داخل السودان. يعني ما فيش عمله صعبه. المشاكل انه شركات الاتصالات يعني حسب البرسبشن العام انها هي مضارب يعني او مشتري، هي اللي بترفع سعر الدولار. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ الكلام ده حمر على كل الشركات ودار اسمع منه. والله ابدا ما عندنا اي افاده او احصائيه او غيره انه شركات الاتصالات الان بتضارب في الدولار في السوق الاسود او غيره او غيره او غيره، والدليل على كده انها تجأر بالشكوى في انه كيف تطلع قروشها من ارباحها وكيف تحول القروش بتاعت شراء الاجهزه والمعدات. تعبانين جدا يعني اعتماد التحاويل من بنك السودان الا بعائد الصادر، وعائد الصادر ده سوق داخل البنك ومضبوط، لانه وزاره الماليه وبنك السودان هم القائمين او هم الاوصياء على المال العام في السودان. احنا على حد علمنا والسيرفي انه هذه الشركات لا يعني ما عندها صلة إطلاقاً بالمضاربات بالمال والسوق الحر أو السوق الأسود والدولار نو. ما قادرين، تعبانين جداً جداً في إنه اشتروا أجهزتهم وحولوا القروش لبرا، اشتروا عائد الصادر، وأحسب إنه السياسات الأخيرة بتاعت البارح والمبارح ده هتحل المشكلة تماماً إن شاء الله. لكن أنا حارجع تاني للحتة بتاعت الحظر الأمريكي والشح العملة الصعبة، أدت إلى حاجتين خطيرين جداً جداً، خطيرة يعني، أدت إلى أنه المستثمر في الشركات دي وحتى الشركة بتاع السوداتيل، هؤلاء المستثمرين احجموا عن ضخ أموالهم فيها، لأنه أنا بضخ بشتري أجهزة ومعدات للشبكة بالعملة الحرة كويس، والعائد بتاعني باللوكال كرنسي ما بجيني بالعملة، لأنه عملة حرة في البلد ما موجودة، فإذا أنا أحجم لأنه الريتيرن باك بتاعي هيكون صعب جدا جدا. ده نمرة واحد. بالتالي ما دام توسعت الشبكات والتغطية والتطوير للشبكات والخدمات الجديدة والبرمجيات وغيره وغيره بقت ما موجودة بسبب الحظر الأمريكي وشح العملة الصعبة، بالتالي جودة الخدمة هتتدنى. ده سؤالك لي جبيرك لما أنا قلت لي العالم وردي الخدمة هتتدنى. مثلا في سوق الذهب بيقول لك إنه في مكاتب تاع شركات اتصالات شغالة تشتري الذهب وما أعرف الكلام زي الحل. عايز صادر، ما ده عايز الصادر اللي بقول فيه أنا. نعم. على حد علمي. كويس. نعم. يعني اي تفلتات ولا انا ما وصلتنا، نحن ما ايكو سيستم في الدوله. اذا حصلت. نعم. تفلتات من اي شركه اتصالات يس دم الماندات بتاعنا، لكن بنعلم
انه في الحته معلومه تلقى الاوصياء على المال في الدوله جهات اخرى كويس لكن بنعلم وبنعرف وبنحاول نجاوب الحكايه دي كمنظومه في الدوله نحن بنمثل الدوله في قطاع الاتصالات لكن حقيقه الحاجه اللي عايز اقولها الان شركات الاتصالات تعبانه بالعمله الصعبه تعبانه في ضغط استثمارات جديده تعبانه في التوسعه يعني بتقاسي مقاساه كبيره جدا جدا فعلا لانه في التعليقات ناسي يعني في ناس كتار بيتكلموا عن انه والله يا اخي احنا مثلا مكان في الشماليه مكان في الغرب ولا كده قرى فيها 25 30 الف يقول لك انه لحد هسه الشبكه بتاعتها 2G وفي حاجه ثانيه عن اللي هو الهواتف الثابته في البيت بعد ما كان موجوده بقت ما في قرار ذاته كان غريب جدا في انه الناس لحد ما قام زي مشروع الجزيره الناس قلعت الحديد وكده الناس قلعت النحاس الموجود في الواطه على اساس انه والله ما المفروض نعمل انفستمنت في اللاند لاينز اللي هو خطا كبير جدا. طيب انا في دار صحي معلومه انه شركه كنار بيملكها بنك خرطوم شركه سودانيه. نعم بنك دبي الاسلامي معه نعم ايوه بنك دبي الاسلامي وهنا ده دارين نعم ده الاستثمار الاجنبي خاشي من هنا نعم بنك دبي الاسلامي خاشي مع بنك الخرطوم. نعم الكلام ده بس عشان نوري انه اخواننا الاستثمار يعني من المخاطر الكبيره بتاعت الاستثمار حاليا الناس بتواجه بها انه الناس المستثمرين اوريدي جابوا قروش ومخطوه بتاع بيواجهوا في مشاكل في تحديات زي ما اوضح دكتور جمال كريجوليتر وثاني في تحديات ثانيه لان نسمع تحديات مختلفه نحن اخواننا زي ما قلنا في وضعيه بتاعت اناليسيس هنوري التحديات والمهددات لكن هنوري الفرص واماكن القوه زي ما تفضل دكتور جمال من التحديات الأخرى الهامة جداً جداً التقاطع في التشريعات على مستوى داخلي يعني حلو. التقاطع في بين المركزية والولايات والشركات الاتصالات بيفهموا كلامي ده كويس جداً لأنه بيعانوا جداً من القوانين التشريعية بتاعت الولايات بتاعت مجالس التشريع التقاطع تسود على القانون الاتحادي رغم أنه الاتصالات شأن بمنصة الدستور شأن اتحادي فلا بد أنه في توصياتنا أنه الحكاية دي يحصل لها ريكفرينج سريع جدا جدا انه القوانين الولائيه في شان اتحادي لا تسود على القانون الاتحادي يعني الان شركات بيعانوا جدا في اي ولايه من الولايات لما نمشي يمددوا شبكاتهم بالقانون التشريعي بتاع الولايه بوقفهم في الان الفي هو شايل من هنا الدوكيومنتس اللي بتسمح له انه ينشر الخدمه في كافه السودان دي واحده من التحديات الكبيره على مستوى التقاطع في التشريعات بين المركزيه والولايات في تقاطع ثاني يعني في بعض التحديات صغيره اللي هي الوعي بتاع المواطنين وانه شبكات الاتصالات دي بسبب السرطان دي خليها دي صغيره جدا لكن طبعا كمان الناس كلها يعني بيقول لك يعني انتشرت شائعه بتاعت انه الكورونا بسبب 5G ونحن لاكلي ما عندنا 5G في السودان لكن الكورونا جاتنا مش كده؟ لا ما اي لكن ده كلام طبعا ما عنده اي ساينتفك بيزس بيقولوا على طلس اي اساس علمي نعم وفقا للترددات والطاقه والحته الساينتفك والفيزيكال بالنسبه ل للالكترومغناطيك راديشن ما عنده اي اساس صحيح يعني احنا دكتور زي ما تكلمنا كان في محادثه جانبيه انك عندك كورس هتقدمه ان شاء الله للباحثين السودانيين من جهتك الاكاديميه وشغفك بموضوع البيئه وكده فعسي بس ناخذ راوند بسرعه على الشباب هنا ده على التحديات الثانيه يعني مثلا ليش انا في تحدي صغير بس كنت عايز اقوله تفضل. في النهايه اخر واحد غير احجام اللي هنا وغير في تحدي مهم جدا الشح بتاع الطاقه والوقود ده تحدي كبير جدا اللي شباب هيقولوا لك هم اي بالضبط التحدي الاخر اللي احنا اي التحدي الاخر انا عشان كده بمر فيه سريع عشان افصلهم البيالين ان احنا استقلاليه المنظم للاتصالات وفقا للمعايير والتوصيات الدوليه يعني المنظم ده عشان ينال هيبته وقوته بحيث انه الاداء او الريسبونس بتاع قطاع الاتصالات يكون بوزيتيف 100% يجي منه يكون مستقل تماما ميل عن وزاره الماليه وعن وزاره العمل اللي هو وشروط خدمه جاذبه له واو يكون مستقل اذا ما بقى مستقل في انفلونسز من الجهات الاخرى الحكوميه ديفينتلي الاداء بتاعه هيحصل له ديتيريشن ده كان اخر تحدي الحته دي يعني انا برضو شايف قريت لي كونسبت بيبر قبل كم يوم للبروبوزل في انه والله يفترض انه يكون في وزاره الاتصالات وداخله في الهيئه القوميه للاتصالات والمركز القومي للمعلومات والى اخره ومراجعه الشركات اي بي اس على ما اعرف كوشايت على شنو شفت من المبادره بتاعت جامعه الخرطوم تقريبا
فدي دي دي واحده من الحاجات اللي فيها لبس. هل يفترض انه الريجوليتر يكون اندبندنت ولا يكون تابع لوزاره؟ لانه كان تابع لمجلس الوزراء قبل كده مش كده؟ والله الموضوع ده باختصار شديد جدا انا بجاوب لك عليه، انه ناس ترجع تاريخيا يعني تاريخيا، لانه لما كانت الهيئه القوميه للاتصالات دي كانت تابعه لوزاره، كان الحاصل شنو والامباكت كان شنو على قطاع الاتصالات والترينز او التجارب العالميه بتاعه الريجوليتر بيكون تابع له، وليه التوصيه العالميه دي جات والناس اللي انتهجوا بها وصلوا لوين بانه يكون اندبندنت يعني في اعلى قمه وعنده الباور وبعيد من وزاره الماليه وزاره العمل والاصلاح الاداري، وكيف بتقفز بالقطاع و التجارب العمليه الموجوده الان هي بتدي الاجابه. الحاجه اللي حصلت او المبادره اللي طلعت فيها دكتور انور يعني هي يس مبادره مقدره ومجهود مقدر جدا جدا، لكن نقعد كلنا كسودانيين مع بعض البيز بتاعنا البوتوم لاين بتاعنا سودانيين فقط. يس انا ما قصدي نقعد يعني ما كل زول يطلع حقه براه، نقعد كلنا ونطلع برؤى توافقيه مع بعض تخدم البلد دي، ونشوف نحن نديهم التوصيات العالميه والمعايير الدوليه و و و ويقنعونا ونقنعهم ونتشاكل، لكن في النهايه بنطلع لمصلحه البلد. لكن يا دكتور انا ضد الانفراد مجموعه معينه بانها يعني تنفرد بمبادره براه، ما نحن في النهايه كلنا نعمل لهذه البلد وكلنا بالذات مجال الاتصالات يعني في مجالات كده بتكون فيري بروفيشنال يعني واضح وفيها ستاندردز الاتحاد الدولي للاتصالات ما اعرف منه، في ناس بيخطوا الستاندردز والبيست براكتس، فانت ما محتاج انك تري احنا ممثلين معهم، نحن صناع هذه الستاندردز، السودانيين عندهم مناصب في الاتحاد الدولي للاتصالات يعني مقدره كبيره جدا قريب 14 منصب بيصنعوا هذه القرارات الدوليه. انت نفسك دكتور جمال يعني من الناس اللي كنت في سويسرا يعني وساهمت كثير جدا في تطوير حتات يعني يعني انه فخر بيك جدا بصراحه يعني كاديبك وكفشل ويديك العافيه. طيب هنمشي نحن للشباب ديل يعني في تحديات متعلقه بالتضخم والمعاملات البنكيه والعقوبات الامريكيه زي ما تفضل دكتور جمال، فممكن نبدا بعبد الله وايمن. انا حقيقه داري اخذ المناسبه واسمع ليش التسويق بعد كده ما في داري شنو بعد كده الشيء شغل الجدجد اها واضح السيشن ده لي مصلحه البلد تماما بالضبط يا شركه او لاي جهه، وحقيقه يعني زي ما قلت قبلك شكرا جزيلا شهدانا عشان خلونا نقدر نعمل حاجات زي دي. طيب انا حقيقه داري اتكلم عن حاجتين مختلفات. الحاجه الاولى دكتور جمال كان يتكلم عن حياديه منظم جهاز الاتصالات. في نموذج مثلا المملكه العربيه السعوديه عندهم شركات ما تابعه زي شركه زين مثلا وشركه موبايلي، دي شركات ما تابعه للدوله، في نفس الوقت الشركات دي حققت ارباح ممتازه جدا وفي شفافيه وفي يعني عمل بحياديه، وافتكر انه نوع من المثاليه مننا انه احنا نسلم رقبتنا للتجار عشان يقتلونا، وده اللي قاعد يحصل. يعني الليله التاجر بتاع الدولار ده ما فرق معه الدولار ده يبقى ب 300 السوداني يحرق السوداني يموت ما فرق معه كثير، ما لازم زي نمره واحد. يعني زمان انت كان الدولار، الان السودان يوم الليله عنده مشكله بتاعت انه شنو الديفالويشن اوف كرنسي، ودي مشكله ما قادرين نحلها من سنه 72. ليه؟ لانه نحن خصصنا شركات صادرات الماشيه، شركات صادرات الحبوب الزيتيه، وسلمنا للتجار. يعني نحن من سنه 72 لهسه مسلمين روحنا للتجار، والتجار ده اللي بيطبخوا فينا من الوقت ذاك اليوم اللي نزل ما عملوا فينا حسنه. فيا اخي رجاء مساله النظره المثاليه الزايده عن اللزوم اللي قاعد تقتلك دي لازم تخليها. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الكلام عن التحديات. حاليا انت عندك بطاعات بتاعت كهرباء، انا كان مخصص في السيشن ده اتكلم عن اليوزر اكسبيرينس، اتكلمت عن الاكسبيرينس الحاجات الانيبلرز للجود اكسبيرينس فور ذا كاستمر، اتكلمت عنها بما يفي، لكن كمان بقدر ما انه انا باخد بطاريات في السايت بتاعي والبطاريات دي بتشتغل بقدر ما انه الكهرباء قاعد تقطع. يعني البطاريه دي حتكون قاعده كم ساعه؟ اذا الكهرباء بتقطع خمس ساعات
البطارية ما بتقعد 5 ساعات، بتقعد ساعتين. وإذا أنا عايز تنفست محتاج لزيادة بتاعت بطاريات، وعشان أنا أشتري بطاريات محتاج أشتريها بالدولار. أنت وين بتصنع في السودان بصنع بطاريات؟ بس أنا هشتري بطاريات إضافية. البطاريات طيب معناه في الاستراتيجيك بلانينج اتخذت إنه يتعمل بحوث، لأنه هو مجموعة باحثين سودانيين وعندنا ناس شغالين في الإنرجي، فطوالي تقوم تدعموا لنا بعض البحوث على أساس إنه تدعم البطاريات that will last يعني longer than 2 hours, 5 hours, 6 hours. عندنا المركز القومي للبحوث واحد من الديفيجنز بتاعته مهتمة بالطاقة وكده. الكلام ده مهم جدا أنا بقوله، لأن إحنا الأجندة بتاعتنا الأساسية والمانديت بتاعنا بنحاول إنه تبروموت البحث العلمي واستخدامه. يعني دي بس كسايد نوت يعني. تفضل. البطارية الكبيرة وصعبة جدا يا أخي. أنت مصنع بتاع زراير ما عندك، أنت مصنع بتاع خيوط. يعني أنت هسي لو جبت لك عملت فتحت لك مشاغل، أنت حتستورد الخيوط من برا. يا أخي أنت مصنع أقلام رصاص ما عندك. لكن شوف، في حاجة مهمة جدا. أنا إحنا هسي الأيام دي بنعمل سلسلة مع المركز القومي للبحوث بهيئاته ومعاهده المختلفة. يعني واحدة من الحاجات اللي كنت بسمع لها قبل، انه الانسولين بتاع الدواء السكري الانتلكشوال بروبرتي بتاعته انتهت خلاص، يعني لانه اخترعوه سنه 73. فيمكن انتاج الانسولين داخليا في السودان ما حاجه محتاجه لها صلعه، المواصفات بتاعتها كلها موجوده، لكن ما في دعم للبحث العلمي من الـ من الـ من الـ الشركات المحليه. المعامل محتاجه صيانه ومحتاجه كونكتيفيتي. يعني انا مستني شركه فيكم في نهايه الجلسه دي هتقول يا اخوان انا هقدم لكل مراكز البحث في السودان كونكتيفيتي مجانا كجزء من السي اس ار، لانه انت بتكون انفستد في اللونج تيرم. انا بس داير اجد عليكم الحاجات دي على اساس انه نهايه الجلسه مع التوصيات والحاجات الظريفه الناس تطلع كمان بدعم للبحث العلمي. الحته دي مهمه جدا جدا يا اخواننا. جميل جدا انه ندعم بكمامه وندعم بفي بي ايز وبتاع، لكن الأهم إنه ندعم بالحياة اللونج تيرم على أساس إنه جات الجائحة الجاية يكون عندنا لوكال مانيفاكتشرينج يعني بحلولنا نحن وحاجاتنا. معلش حقاطعك مرة ثانية. تمام. أنت ما مشكلتك مشكلة بتاعت بوز، أنت مشكلتك مشكلة بتاعت بوليسي. يعني البوليسي في وزارة الصناعة لو كانت إنكورج أكبر قطاع بيشتغل في السودان وفيه أموال هو قطاع العقارات. ليه؟ بالرغم من إنه ده الاستثمار الجبان. يعني الليلة ما في ناس بتستثمر في المصانع، ما في ناس بتستثمر في الزراعة، ما في ناس بتستثمر في الصناعات التحويلية. هل المشكلة مشكلة بتاعت بحوث؟ لا، المعلومة موجودة، لكن ما موجود هي البوليسيز اللي بتخدم الحاجات دي. Will guarantee for the investor إنه هو for the long term he will get revenue. ودي الحاجة اللي ما حاصلة. يعني أنت مشكلتك مشكلة بتاعت policies. حتى المسألة بتاعت الانفليشن اللي قاعد يحصل بصورة مستديمة ده ما مشكلة بتاعت policies بالنظام المصرفي، ما مشكلة بتاعت يعني هنا التحكم أو غطاء أمني أو كده. هي البوليسيز بتاعتك بس اللي فيها مشكلة. أنت شوف البوليسيز دي حاصل فيها ليكج وين وعلى الليكج ده. وأنا ما أعتقد إنه الناس معرفها، الحاجات دي معروفة وواضحة. حتة تانية أنا دار أرجع للاتصالات في الحتة بتاعت الانفليشن، ودي حقيقة كارثة كبيرة جدا. نتكلم عنها دكتور جمال، وأفتكر أيمن حيجي يعقب عليها. أيمن هي دي الحتة المفروض إنه يغطيها أكثر. نعم. عشان كده أنا ممكن هسي أحول الكلام لأيمن. تمام. متأكد إنه أيمن يغطيه. أيمن أنت في أكثر من مشكلة واجهتك كزول، يعني شغلك بيعتمد أصلاً على الاتصالات اللي هي التضخم والمعاملات البنكية والعقوبات، يعني الثلاثة زي ما يقولوا الحين اتطبقت لك 3 مرات. ورينا ممكن تدينا المسألة بصورة أكثر أوضح. طيب لو جينا عن مشكلة الاتصالات عموماً، القطاع كله قطاع الاتصالات بنتكلم عنه، بنتكلم عن دور الجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، شركات الاتصالات، المستخدم ده الإيكو سيستم بتاع الاتصالات المتكامل. خليني بس أرجع شوية كده يا دكتور لورا وألخص يعني بعض المشاكل، بعدك أخش في المين بوينت اللي هي موضوع الانفليشن. تمام. بس يعني الزمن هنا يسويه. أنا بعتقد أنه يعني مشاكل اللي بتواجه شركات الاتصالات هي ممكن تكون 80% لإكسيرن فاكترز، يكون 20% ترجع بعد ذاك لأسباب تانية تتعلق بسواء الإدارة أو كده.
فليه؟ عشان احنا صراحه شغالين في يعني في يعني في بلد فيها مشاكل كثيره جدا جدا على مستوى الانفراستراكشر، على مستوى الاستراكشر ذاته، على مستوى الاستقرار السياسي. والاستقرار السياسي واحد من اكبر المشاكل اللي بتاثر على قطاع الاتصالات صراحه يعني. طيب انا بشوف انه واحده من الحاجات اللي هي المشاكل حاليا بتواجهنا في قطاع الاتصالات وبعض القطاعات الاخرى زي السياحه وزي كل القطاعات اللي هي مهمه جدا جدا، عدم الرؤيه. يعني نحن عاوزين شنو من قطاع الاتصالات؟ دي حاجه مهمه جدا جدا، وتكوين سمارت مفترض يكون معروف لاي حكومه تمسك يعني البلد. انا داير من قطاع الاتصالات شنو؟ هل هو قطاع خدمي او فربه الخدمات للمشتركين مثلا التنميه المستدامه ولا هل هو قطاع ممكن زي ما تكلمنا قبل هو قطاع استثماري وممكن يعود على البلد بكثير جدا جدا. الرؤيه دي صراحه هي مفترض تكون رؤيه استراتيجيه تتخطى لها خارطه الطريق تلتزم بها كل الحكومات. وما من الحكمه اننا نبدا بعد تجي الحكومه المنتخبه، ما من الحكمه. ليه؟ عشان احنا 3 سنين دي بتاخرنا كثير جدا جدا، ونحن اوريدي قبل كده متاخرين في الفتره اللي فاتت لاسباب عارفيننا كلها. فلازم يعني، واتوقع انه الويبينار ده فيه ممثلين على يعني زي دكتور جمال من الهيئه، على ليبي العالي من المانجمنت في الهيئه، وفي ناس كثيره من الديسيشن ميكرز اتوقع ما بيحضروا الحاجه دي هسه حاليا خصوصا في القطاع الحكومي، انه لازم قطاع الاتصالات ده نعين له نحن دارين منه شنو. بعد ما تعين القطاع ده دارين منه شنو التشالنجز بعد ذاك، التحديات والمخاطر بتكون بحجم التارجت حقك لو انت او رؤيتك لو انت شنو. يعني لو انا بعين لك قطاع خدمي بتبقى التشالنجز حقتي ان انا بس اوفر خدمه حقت كواليتي اوف سيرفيس كويسه للمستخدم. لو انا بعين لك قطاع استثماري وزي ما تكلم الدكتور جمال جبيل، استغل موقع السودان الجغرافي اللي هو محاط ب7 دول واغلب الدول اللي حولنا، هي صراحه ان احنا فايتنا في الليفل بتاع الاي سي تي، وفي ناس كثير قد لا تكون عارفه انه الليله اثيوبيا السودان واحد من منافس اثيوبيا مثلا، واصلها فايبر عن طريق شركتين من شركات الاتصالات حاليا فايبر اوبتيك لغايه اثيوبيا. فنفس التجربه دي ممكن تتكرر في التشاد وتتكرر في جنوب السودان وافريقيا الوسطى وكثير من الدول. طيب كل اللاند لوك كانتريز، كل اللاند لوك، وحتى الكانتريزات اللي هي عندها انترنت عندها منفذ بحري لازم يكون عندك دايفرسيفيكيشن او تعدد المخارج بتاعتك، عشان الانترنت بقى حاجه اساسيه ما بتتحمل الانقطاع. ففرصتنا كبيره جدا جدا على انفراستراكشر لاقتصاد ثاني بيتبني بفوقه اون توب اوف بني بفوقه زي طيب شركه جدا يعني... بالضبط مش كده، معتمده على انه وجود اتصالات وشبكات عشان تعمل الكول سنتر وغيره. تمام، ما في شك. انا لو جيت حسي قلت لك انا واحد من المشاكل حاليا مواجهاني باني شغال الكول سنتر حقي شغال من البيت، حاجه اقول لك حاجه عندي اكبر مشكله هي ممكن تكون 80% برضه مشاكل حقتي انه دارين انترنت السيف. يعني احنا عملنا مثلا سيرفي لكل يوزر انه يا اخي كل ايجنت يشوف الانترنت الكويس شنو ادانا ريكومنديشن بتاعته اكس اور واي اور زد في 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 منطقته الجغرافيه. لكن بعد ده كله صراحه اكبر مشكله مواجهنا حسي انا اللي هي مضحي بها قصاد الافيلابيلتي بتاعت السيرفيس انها مديف انه الانترنت كواليتي. الانترنت كواليتي ده يا دكتور هو جابنا قعدنا هنا حسي حاليا تسوي رئيسي بالضبط الشبكه ماشيه والشبكه رايحه ولا. فانا بقترح بالنسبه للبوينت الاولى اللي هي غياب الرؤيه، لازم تكون خطه استراتيجيه تتكون بخبراء اعلى يعني منصب رئاسي ممكن يكون هو متابع او مستشار للاتصالات. طبعا يا ايمن انت قلت الخطه الاستراتيجيه طور دكتور جمال شنو يعني رفعي. بس دقائق قبل دكتور جمال بس ادينا فيها انبوت صغير، في خطه استراتيجيه ولا ما في؟ ولا احنا ماشيين ساي بس راكبين في مركب وماشيه كده بيه مع الموج؟ طيب انا عايز ارجع، انا رافع ايدي من قبل، عايز ارجع لكلام اخونا عبد الله اللي هو في حته التجار وتدمير اللي فيه له علاقه بالكلام الاستراتيجي والسياسات وحياديه القطاع بتاع الاتصالات وخروج الدوله عن الاستثمار كستاندرد عالمي. أنا عايز أقول حاجة مهمة جداً أنت بديت بها دكتور نورة اللي هي كلمة إصوات خطط استراتيجية تحليل الوضع والخطط الاستراتيجية وغيره وغيره والسياسات. الحقيقة السياسات والخطط الاستراتيجية نفسها عندها مدارس لا توضع إلا بتبني ستاندرز عالمي لوضع أو ستاندرد معين لوضع الخطط الاستراتيجية تتوافق مع طبيعة الدولة. فأنا لما أجي أخذت لي سياسات في الدولة لابد يكون عندي ستاندر لوضع هذه السياسات، وأوريدي سياسات لقطاع الاتصالات موجودة في السودان. فلما أعمل السياسات البريك داون من السياسات هي الخطط الاستراتيجية
الخطط الاستراتيجيه لما انا بصنع فيها لازم اعمل تحليل للوضع الراهن، وضع لي برامج ومشروعات ومؤشرات ومؤشرات قياس، ثم اليه للتقييم دوريا وتقارير دوريا. الحته بتاعت انه انا يعني ما اكون مثالي بتبني معايير وضع لي سياسات والسياسات لا تكون مرتكزة على معايير دوليه وتوصيات دوليه في انه القطاع يطلع من الاستثمار او المنظم او الدوله تطلع من الاستثمار في قطاع معين لانه ممكن تدمره. كويس، الحته دي مهمه جدا. اذا انت تحدثت في اكزامبل، انا ما عايز اخش في ديبيت مع ابونا عبد الله، بانه التجار هم تدمروا الحكايه دي والتجار هم لا، دي الدوله عندها سياسات لردع التجار في سبيل انك تنفذ خططك واستراتيجياتك. لابد الان نحن عندنا خطط استراتيجيه كويس لقطاع الاتصالات، عندنا سياسات، عندنا خطط استراتيجيه موجوده انه مقترحه. يا دكتور دي حته مهمه. لا 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 موجوده لكن تحتاج تحديث. اوكي، لاسباب كثيره. زمان الخطه للسياسات والخطه الاستراتيجيه كانت بتوضع بواسطه الوزاره. مش في خطه 2016 2021 ولا؟ يس، في خطه استراتيجيه 2016 2020 عشان كان في انتخاب الرئيس السابق، ما 21. كويس، اللي هي بتنتهي بالعام ده موجوده. اي الخطه بتاعتنا الاستراتيجيه الموجوده، حتى الموجوده محتاجه لتحديث. البرامج قطاع الاتصالات ده دايناميك جدا، واكون ايمن كان بيتكلم واتس قطاع الاتصالات بالنسبه للدوله، انا حقوله في تعريف ديفينيشن صغير، اول ان وان. يعني قطاع الاتصالات ده بيجمع لك كل الخدمات، كل الطموحات بتاعتك في موبايل، اول ان وان. قطاع الاتصالات الان هيبقى مش دوله، هيبقى دوله ومجتمع واقتصاد، كله هيدور هو الممكن، هو الانيبلر. لكن انا محتاج جدا جدا تامينا على كلامك بانه هذه الخطط الاستراتيجيه بخبراء الدوله وليس خبراء الاتصالات. الخطه الاستراتيجيه اي، لكن هم ستيك هولدرز برضه مش كده يا دكتور؟ ولا قصدك يعني كل الستيك هولدرز في الدوله وضع الخطط الاستراتيجيه؟ نعم. الاستراتيجيه هي ليفلز، في واحده قصيره المدى، واحده متوسطه المدى، بعيده المدى. نعم كويس. نحن عندنا خطه لحد كم؟ 30 35 دي البعيده المدى، كلهم الثلاثه محتاجين يحدد، محتاجين. طيب، لانه بس الاتصالات كاين حي. نعم، ايمن يواصل لنا في الحته بتاعت المعاملات البنكيه دي لانها مهمه جدا الناس تكون عارفاها كتحدي. بعده ناخذ من فراس يغطي لنا قصه. نعم تفضل ايمن. طيب، زي ما اشار دكتور جمال في بدايه كلامه اللي هي المشاكل حاليا بتواجه شركات الاتصالات، اللي هي انه المستثمر في الاخر يعني بياخذ دولار، يعمل انجكشن لدولار، وبتجي نهايه السنه او اذا كان على ربع السنه واقل بيحصل قروشه، بيكون في تضخم عالي جدا جدا. التضخم ده للاسف حاليا واحده من المشاكل الحقيقيه اللي بتواجه شركات الاتصالات، خصوصا انه يعني ما بيلقى دعم للدولار او حتى الريت ثابت مثلا مثبت يعني او ريت تفضيلي انه يحصل به قروشه ويطلعها برا. دي صراحه دي خلت انه بعد ذاك، ودي حقيقه تذكر وذكرت قبل يومين تقريبا في تقرير رسمي في شركه من شركات الاتصالات عندها استثمارات كبيره جدا جدا بتتحول انت بعد ذاك القروش اللي انت مفترض تطلعها برا دي ما قادر اطلعها. انا خديت دولار بريت البنك حاجه حصل دولار ب 150 اور 1.5 1500. طيب، فدي خلت انه بعد ذاك في شركات بدات تتجه انه يكون عندها تحول السيوله دي لاسيتس ما تبقى قيمتها، واثرت على اسواق كثيره وكلنا عارفين الحاجه دي يعني. طيب، انا وجهه نظري انه المشكله بتاعت وضع الاتصالات هو لازم يتم تقييمه بصوره صح. هل هو فعلا قطاع خدمي حيوي مهم جدا جدا انه لازم على الاقل نحن نحفظ للمستثمرين ديل انه لما يجي يشيلوا قروشهم دي نديهم على الاقل ريت تفضيلي او نثبت الريت كنوع من الدعم؟ طبعا دي سياسه الدوله بعد هنا تبقى انه وضع الاتصالات في الرانكينج بتاع القطاعات الاخرى. يعني انت اكيد دار تدعم بنزين ودار تدعم قمح ودار تدعم دواء واو، فكيف الرؤيه شنو لقطاع الاتصالات؟ قد تكون دي صعبه شويه بالنسبه للنظره الحاليه. ايمن قصدي بس انت في الشغل بتاعك التحدي اللاقات في مساله التحويلات البنكيه ولا استلام قروشك ولا العقوبات اثرت كيف على الحته دي؟ العقوبات عم تاثر على انه التحويلات البنكيه كلها حاليا من يعني من السودان ديوت سانشنز انها ما تطلع برا يعني. فانت لو عندك دار تفتح اي اعتماد في بنوك كذلك من برا ما بتقدر تجيب حاجه لجوه مش كده؟ ولا بتقدر تجيب حاجه لجوه، فالبنوك بتتعامل
مع السودان بالدولار يعني، فدي مشكله كبيره جدا جدا. فدي دي واحده من المشاكل اللي اثرت فاينانشال في الاول، حتى بعد ذاك على المستوى بتاع التكنولوجي. يعني انا بشوف الدمج اللي حصل في بالنسبه للوضع المالي للشركات اكبر من الدمج اللي حصل على التكنولوجيا. التكنولوجي في الاخر انت بتقدر تتصرف، بتجيب اجهزه صينيه، بتجيب اجهزه اوروبيه، بتجيب اوتبر، وشركات الاتصالات قادر انها تسستين وتكونتينيو البيزنس بتاعها في الحته. لكن الوضع المالي بالنسبه لها، انه زي ما قلنا التعاملات البنكيه كلها حاليا هي يعني السودان ممنوع، فدي واحده من المشاكل اللي بتواجه القطاع حقيقه. ما في شيء انا يا دكتور، هم الموضوعين يعني مع بعض صراحه، مترابطات مع بعض، الحياه كلها مشتركه. نعم. المشكله بتجي بين الثانيه صراحه، ودي مشكله يعني اتمنى ان في واحده من المشاكل اللي هي فعلا بتواجه شركات الاتصالات، انه الفات اللي هي الضريبه اللي بتتاخذ من المواطن في الاتصالات. ايوه بالضبط يا سيدي، انا كنت اجي الحته دي انه 35% يعني ضريبه. انت الليلة والكلام ده موجه للحكومه صراحه، انت الليلة قطاع الاتصالات ما بتدعمه. انا باخذ دولار وبجي بعد سنه بشتري الدولار بريت السوق الاسود صراحه يعني فرانكلي سبيك. طيب يا اخي على الاقل خفف الضريبه بتاعت الفات. ليه؟ عشان انا يكون عندي مارجن اقدر ازيد السعر. نحن تكلمنا عن امنا على نقطه انه حاليا في كاب لعدم زياده الاسعار. دكتور جمال الحته دي مهمه جدا دكتور، بس لحظه اكمل في الحته دي هنا. نعم. انه هذه تاثيره انا ما حقدر ازيد الاسعار بتاعتي. انا الليله لو عندي البات حقتي دي اوكي هي 35%، معناها اي زياده انت حتضربها 35% كويس، وبالتالي حتبقى صعبه جدا على المواطن. فيا اخي كواحده من الحلول ممكن هي حنناقش الناس بصوره اكثر، ان اذا انت ما قادر تدعمني في الدولار على الاقل نقص البات. وباي ذا واي البات ما هي الضريبه الوحيده، هاي في يعني كميه بتاع الضرائب مركبه، هي يعني تقريبا ممكن توصل يعني ل10 ضرائب. اي 10 ضرائب هي مفروضه على قطاع الاتصالات. اي ما لانه كل الناس شايفين البقر الحلوب اللي اسمها الاتصالات، شركات اتصالات، وكلهم يعني دايرين منها. يعني اذا كان في معتمد محليه ولا اذا كل الناس اول حاجه يعني نحن سيدي معظم الشباب الانتربرنورز والبتاع اول حاجه يفكر فيها اذا كان ان تيرمز اوف سبونسرشيب ان تيرمز اوف فاينانس الى اخره يفكر في شركات اتصالات. هي فعلا كاش كاو يعني بتجيب قروش كثيره جدا جدا. التحدي بتاع ان القروش دي كانت ترانسفيرت لبرا ولا تتحولها لدولار ولا تعمل لها ري انفستمنت، ده تحدي المفروض الناس يكون عارفينه، باحثين ومواطنين سودانيين، لانه بيهمنا جدا انه القطاع ده يتطور. هو الانفراستراكشر اللي بتبني على اون توب اوف سيرفيس بتاع كل الناس، والخريجين بتوع 2025 و2030 دي كلهم حيشتغلوا المفروض في ديجيتال ايكونومي مبني على الاتصالات والشبكات دي. ان احنا كباحثين بنعاين لقدام هناك، فالقطاع ده لازم الناس تكون عارفه كويس المفروض يحصل فيه شنو ويحصل صح، من غير بعيدا عن مشاكسات سياسيه، بعيدا عن وي اند ذيم ولا كده، لانه ده اللي بيودينا احنا لقدام، ده اللي بيخلي انه السودان يستفيد من الموقع الجغرافي بتاعه واللاند لوكس ولا اذروايز. حنكون بنتكلم في الكلام النغمه المكرره بتاعتنا، والله كان احنا اسلط غذاء العالم ونحن ما عارف شنو ما حنكون عملنا حاجه. عشان كده لا نتكلم بصراحه في الحته دي. انا وكنت بدينا الجزء الثاني راوند 2 تكون اخواننا، بعد كده ما في اسمه شنو ذا، ما في اعلانات ولا تزويق. إذا نتكلم على التحديات بصورة حقيقية عشان نصل لحلول حقيقية الناس كلها دايرينها. كلكم انتم بروفيشنالز، وكل واحد فيكم الليلة في شركة ممكن بكرة يكون في شركة تانية، وواحد منكم بكرة ممكن يعمل جمب شيب يمشي لجوفرمنت ولا يمشي لبرايفت انفستمنت زي ما مثلا أيمن عنده شركة خاصة وكذا. الشاهد في موضوع الحاجات دي لازم نتكلم فيها بصراحة، لأنه ما سي الهدف إن والله تو داون جريد ولا داون سايز زول ولا نبي زول نسوي زول، وانما دايرين نتحسس المشاكل وين ونجد لها حلول. الكلام ده صحيح صغير يا دكتور انور، انا لا املك الشركه، انا موظف في الشركه. تمام ممتاز جدا. نستمر في النقطه دي، وعندنا نقطه بسيطه حابب انا اضيفها والفت نظر الناس لها برضه في المشاكل بتواجه القطاع عموما. الطبيعه بتاعت التمدد السكاني في السودان شويه مرهقه يا جماعه، مرهقه بتوصيل كل الخدمات. يعني العالم برا بيكون عندك كونسنتريتي في مدن، البوبوليشن او الكثافه السكانيه في المدن بتكون عاليه جدا جدا صراحه، فده بسهل عليك انت التغطيه. لكن الا السودان لو انت طلعت من خرطوم بيزا مشيت شمالا طريق جاي لشندي عدبر، ولا مشيت جنوبا طريق شارع مدني، ولا مشيت بالنيل الابيض، هتلقى انه بين كل 3 كيلومتر في قريه او حلال او مدينه. نعزمك لجلسه يا ايمن بكره ان شاء الله بعنوان فهم سيكولوجية الزول السوداني
ما تخلي اشكالات السودان الراهنه مع الكاتب محمد جمال الدين، ممكن نحيلك برضو لفهم العقل الرعوي للدكتور انور حمد. وكثير من خلينا نواصل بعدين من الحته دي يا دكتور انور. نعم الحته دي خلينا نواصل بعدين بالضبط من الحته دي. ايوه اللي هي تبعت النفسيه بتاعت التوسع، التوسع في السودان الافقي دي والمدن نعم. المتباعده والقرى المشتته دي، والفكرة بتاعت إنه إحنا كل زول نفسه يعيش في بيت منفصل وفيه حوش وكذا. ما في حاجات مرتبطة بين إحنا بسلوكياتنا يعني. يا شهور أبسط موضوع موضوع العالقين ده، الناس يقعدوا برا يعني الناس لا يجيبوهم جوا، يجيبوهم جوا لا ما تجوا جنبنا، الناس عملوا مظاهرة زول استشهد يعني مسألة ما طبيعية فعلا، بتوري إنه كل زول بيعاين إنه هو above the system. أسه إحنا في مجالنا بتاع اتصالات وتقنية المعلومات ده. اي دكتور، انا بي اتش دي، دكتور جمال بي اتش دي، انت ماسترز، معك كل واحد فينا يفتكر انه رايه هو ذي اوبينيون، يعني لو ما سمعوا رايه ده معناه كلهم غلط. انا هنا اسف بنحاول نعمل شنو يعني، شوفوا الجلسه دي جات بصوره بيوتيفول كيف، كل شركات الاتصالات موجوده، الريجوليتر موجود، احنا الباحثين السودانيين، والله احنا بهمنا نجاحكم بنفس القدر اللي بنزعل لخسارتكم. ليه؟ لانه في نهايه السودانيين، انتم مواطنين سودانيين، لو اي شركه وينت بانكربت، اي شركه فقدت عدد من الموظفين بسبب الجائحه ولا الايكونومي ولا كده، في شباب سوداني بتاثر، في بيوت بتتقفل الى اخره. فبيهمنا انه نعاين للعقليه ان احنا بناخذ الليدرشيب كباحثين سودانيين وكمجتمع سوداني في انه يا اخي ليتس توك بترانسبيرنسي، مشاكلنا وين وكيف نحلها، وخدها هنا في الطاوله، ما في اي حاجه يعني تكون بعيده من النقاش، ما في تابو، ما في ريد لاين ولا كده، نحن احنا كلنا سودانيين وده مستقبل بلدنا. طيب التحدي الثاني بتاع التشغيل، انا دارجيك هنا ده يا معلش فراس ترافع يدك من قبل، يا ريت يا فراس عندك انبوتس كثير، انا عارف معلش. انا زاد رافع يدي على ايمن في اوكي، بس اخلي فراس تفضل ادي الانبوت بتاعك. تفضل يا دكتور. انا بس كنت داير ارد على نقطه قبلك ذكرها دكتور جمال، انه الحكومه يعني هي متدخله في دكتور جمال، ايوه انه الحكومه هي متدخله في قطاع الاتصال من ناحيه استثمار، يعني لانه هو كان بس في معلومه ذكرها انه احنا بنتميز عن باقي الدول، يعني معروف انه الشغله زي اي بي اس وكده، ودي برضه هي بتضر الكومبيتيتورز بتاعنا انا هنا اتكلم عن MTN تحديدا هنا متضرره، اتكلم عن الهيلث انفايرمنت حقه المنافسه بين الشركات. الحكومه هنا عندها دور انها تفرض واقع يكون فيه اجواء تنافسيه شريفه بتخلي انه بين الشركات احنا بنقول حريه سلام وعداله، احنا هسه في الشركات بيهمنا الحريه والعداله، الحريه من انه حتى السياسات يعني هي سياسات الافرضه الجهاز زي ما هو الجهاز داير يكون مستقل وانه يكون عنده دوره من ناحيه استراكشر وكده، ان احنا برضو عندنا مشكله ثانيه انه الجهاز مدخل في تفاصيل الاوبريشن بتاعتنا وحاكمنا شديد، يعني حتى في الاوفرات في التزعير في كده ما بيديك مثلا رينج بتاع انك ما تقلل من كده ما تزيد من كده وانت تشتغل وتعال حاسبني بالكي بي ايز او الارقام بعد ذاك، هو لا انت لازم اي حاجه بابروفل، فأتخيل السياسات دي كلها محتاجة تتراجع يعني في الفترة الجاية، زي ما هو ذاته الجهاز بينظر لنفسه بين الرول بتاع الريجوليتر على مستوى الدولة إنه يكون في وضع السيادي، لأنه إحنا حالياً بنلجأ للجهاز دائماً في كل الحاجات، يعني أصل الضرائب لما يجونا بنكون دايرين مخاطبون عن طريق الجهاز، لما يكون أي مشاكل بتواجهنا مع أي جهة حكومية دائماً يكون الجهاز إحنا دايرين يكون الانترفيس بتاعنا لأنه هو اللي بيحمي الحقوق بتاعتنا. في نفس الوقت لما تكون في مشاكل بتاعت كومبيتيشن هو المفروض يكون عنده الحياديه الكفايه، الحياديه دي ذاتها هي في انه الحكومه دورها شنو في استثمارات القطاع عموما، يعني فدي واحده من الحاجات. برضو بس كان في نقطه انا بدي اعقب عليها في موضوع السبكترم الفري، ما كل الشركات قدرت تستفيد منه، يعني احنا ما قدرنا نستفيد منه لانه هو كان مشروط، يعني مشروط بتقديم عروض وكده، واحنا اصلا مضغوطين بترافيك زايده، فانا انه انا اقدم زياده فكده ما حيكون هو اضاف لي حاجه.
فدي نقطتين. لكن منواصل وبعد ذاك مداخلتي لي قدام يعني. لا لا قول كل المداخلات بتاعتك يعني. قصة سماحة جمال الطين دي مهمة جدا انه الزول ذاك حاجة تقدر تشيلها. ايوه يعني هي دي كانت واحدة من الحاجات اللي احنا من الدعومات المتوقعة من الجهاز في الفترة حقت الكورونا، لانه زي ما كان حكيت لك المرة فاتت انه كانت في ترافيك زيادة عن النورمال ترند، فانت الانفستمنت فيها ما منظم معانية من ناحية الانفستمنت. في نفس الوقت ده ترافيك تمبرري، بيرجع النورمال لما الناس تكون ما من المنطق انه شركات تنفست مثلا في سبيكترم زياده. فكانت ايوه في مبادره صراحه مشكوره على دكتور جمال ذاته من الجهاز، هم طرحوها انه يقدموا سبيكترم فري. بس هي كانت لما تقولوا الجهاز دي حق تقولوا جهاز الاتصالات ولا كده، لانه المفروض انه احنا المفروض نقدم بروموشن لها، وهي كان حتكون خصما يعني على الكواليتي برضه. نعم تمام. النقطة اللي حبيت أوضحها، الموضوع الثاني برضو إنه أن إحنا نتكلم عن التحديات الاقتصادية، تقريباً هم النقاط كلها المذكورة هي التحديات الوضع بتاع الدولة، يعني القطاع ما مفصول من الدولة، فنحن لو عملنا زوم إلى التحديات اللي بتواجه القطاع تحديداً، حنين ندخل بعدك في تفاصيل السياسات والمشاكل اللي إحنا مواجهنا في الأوبريشن حقتنا. لكن عموما لما نتكلم عن المشاكل الاقتصاديه حنكون نتكلم عن مشاكل الدوله كلها يعني. ممتاز. طيب التشغيل فيه مشكله يعني، وكان فيه تحديات كبيره، فانا هعرض صوره هنا ده وهيتكلم باشمهندس وليد عن التحديات على التشغيل في وقت اوكي وليد. ايوه تفضل. اوكي احنا شايفين شنو هنا في الشاشه؟ ده النوك بتاعنا، ده مركز الطوارئ بتاعنا في الشركه، اللي هو زي ما الناس عارفين شغال 24/7 زي الاي ار بتاعت المستشفيات، مش هي زول عيان بيودوا الحوادث للحوادث بتاع عند الناس اللي قاعدين نازل موجودين 24/7 عشان اي مشكله حصلت بيقوموا يضربوا المهندس المختص انه عندك مشكله معينه امشي عالجنا. هم بيبدوا بفيرست لاين وبعد ذاك اذا استصعب العدو بيمشوا للسكند لاين اند ثيرد لاين وكده. دير الحصيله السوداء الناس ما شايفينهم. يس دير فرونت لاينرز بالضبط كده. في زول ثاني ممكن تورينا اليوم تصلح الصورة يا دكتور. الزول ده باشمهندس محمد عبدين. محمد عبدين ده عنده ريبورت بيعمله كل يوم بيرسله الساعة 8. الريبورت بتاعه ده بيعتمد عليه كل المينتنانس اكتيفيتيز اليومية. التيم بتاع الباور، التيم بتاع الفايبر، اللي هو بيوري المشاكل الحاصله عندنا من الصباح دايما. ازود الكهرباء قاطع عندهم في بيتهم، فجاني قبل كم يوم بانه رسل لنا الصوره دي مشى صايد جنبه عشان يلقى كهرباء هناك. ما في كهرباء ما في كهرباء يا ساي، ويقدر يرسل لنا الريبورت بتاع عشان الاوبريشن بتاعنا يبدا، وبالتالي نقدر تو سيرف اور كاستمر ان بيتر وي. شكرا شديد يا احمد عبدين، ويعني من هنا انا ابدا ارفع القبعة لكل مهندسي اتصالات شغال تحديدا في الحته بتاعت التشغيل والصيانه. الناس دي يا جماعه زي العساكر، يومهم ملك للشغل، ما بيعرفوا بيت، ما بيعرفوا اي حاجه، تلفونه ما بيتقفل خالص. الناس دي بيكونوا ماشيين بيضربوا لهم تليفون يا اخواننا امشوا الموقع الفلاني. الناس دي ما بنوموا كويس يا جماعه. الناس اللي بيكونوا لو ناموا بيصحوا بمسج انه يا اخواننا انتم مسافرين حته فلانيه كده يعني. شاكر لهم شديد كلهم يعني اون بيهاف اوف كل الناس يعني نشكرهم شديد. وديل الفرونت لاينز الحقيقيين الموجودين، كل زول قاعد في بيتهم عنده انترنت، الناس ديل ورا الخدمه دي. لو بدينا نرجع شويه للتحديات
بتواجه شركه اتصال عشان تقدر توفر خدمه بطريقه كويسه. وهنا انا داير احاول اجاوب على اللي كل الكاستمرز اللي ممكن يقول احنا ندفع فاتوره او بريبايد او كده يعني، لكن الخدمه ممكن تكون سيئه. التحديات يا جماعه بتبدا، التحديات بتبدا يا اخواننا من بدري شديد. بتبدا مما انه احنا ناويين نعمل شبكه وعايزين نقدم خدمه في حته معينه. وهنا برجع للحته بتاعت ايمن بتاعت التوسع الافقي في السودان والمدن المتباعده، ده كله يا اخواننا في النهايه بيترجم لقروش زياده وسبندنج زياده. عشان يعني انت تقول يكفر ده خرطوم، السبيس اللي بين الخرطوم وشندي وشندي ده ده خلا، لكن ستيل احنا هندفع التكلفه بتاعت الفايبر اللي هي موجوده في الحته دي. في الحته دي اصلا ماركت ريسيرش بيكون تعبانين جدا جدا. في النهايه دي سبميت الريكوايرمنتس للتكنيكال ديبارتمنت، تيجي لنا سيل بلاننج. سيل بلاننج دي شود هاف دي شود بلان نتورك اكوردنجلي. طيب عمل البلاننج بتاعهم كل حاجه، احنا محتاجين نخطط مع فيندر عشان نوفر الاجهزه بتاعت الشبكه. وهنا يا اخوانا احنا محتاجين هارد كرنسي، هارد كرنسي للشبكه الجديده او للسبير بارز ولاي اكسبانشن. ده تحدي انا ما اعرف احنا ممكن هنعمل فيه شنو ليه قدام. طيب somehow الناس جابوا الاكويبمنت وركبوها، تمام. التركيب بذاته يا اخوانا فيه تحديات كبيره، تقاطع بتاع التشاريع زي ما قال باشمهندس جمال قبيل بين الاتحاديه والولايات. في كل ولايه اخواننا القانون الولايه اوفر رايتس القانون الاتحادي. في كل ولايه احنا نمشي نتكلم مع الحكومه في الحته دي بطريقه مختلفه، والبايمنت والتصاديق والحاجات دي كلها، وده مهدد الاستثمار مش كده؟ Exactly. هي الحاجات دي اخوان ايكو سيستم واحد، كل الحاجات في السودان دي تلغي الظلال على الموضوع ده. طيب نجي احنا اوبريت اوبريت النتورك كل حاجه. طيب انا مطلوب مني كي بي ايز بتاعت افيلابيلتي وكواليتي ميجرز واضحه وكده يعني. دي فيها جزئين، في جزء ممكن يكون مشاكل جوه الشبكه ودي تتحل بانه كنا سبير بارت وكده يعني. هنا طبعا برضه الهارد كرنسي ليها علاقه بالموضوع ده واللي devaluation of local currency وكده. بالاضافه لبعد ذاك المشاكل اللي ما عارفين نحلها ليها علاقه بالكهرباء وليها علاقه بالجاز. المشكله قلت لي برضه ليها علاقه بالسرقه. انا كان يس هاي اخواننا في زبالات الشركات قالوا يس اي انه في سرقه بتاع الميتر بتاع الكهرباء. الناس بتسرق، كيف انا ما اعرف الحاجه دي حد وصلنا، لكن الحاجه دي بتتسرق الكهرباء ذاتها كده. الطيب من الطيب عايز اقول شنو نفضل. انا حقيقه بس داير اعلق على الحته دي لانه بجد الانفراستراكشر هي بتتاثر. يمكن اغلب الشباب بيتكلموا عن انه واي نوت احنا ما نستخدم السولار انرجي. السولار انرجي هي كطاقه بديله ممتازه جدا، لكن الليله السودان دوله شاسعه وممتده. كل الشركات دي عندها بالتاكيد صيدات على مدى يعني على مدى الشوارع دي. فانت بتمشي مثلا بتلقى انه كل يوم انت بيتسرق عندك صايد. عندنا مشاكل امنيه كبيره جدا بالمناسبه. انت بيكون عندك حرس، الحرس ده ممكن يتعرض بالمناسبه لنهب مسلح وتهديد وتشال السولر. السولر بيتباع باسعار عاليه جدا لانه هي ذاتها ما اظن عليها تخفيف في الاستثمار وكده يعني انت عشان تدخل سولار رايسينج انك تدفع 72% من قيمه الجمركيه. فدي بالمناسبه من الحاجات. السولار هسه هي شغل ينباع في الزراعه بالتاكيد، فالناس بتجي تشيل البطاريات بتشيل السيلز بتاعتك، فانت ما بتلقاها اصلا. فنحن بنكون عندنا مشاكل كبيره جدا يعني في السرق بتاعت السرق البطاطير بتاعت التقنيه في الهاي واي تتباع في مثلا كشركه الليله انت عندك انت عندك 35 محطه هاي واي يا انور بتكون شايل بيها مثلا من عبر لحد بور السودان في شارع ما فيه اصلا ترافيك ولا فيه ناس عشان يستخدم خدمتك، جص عشان انت توفر خدمه للزول الماشي في الهاي واي ده لفتره دقيقه بيجي مر بالمنطقه دي او دقيقتين في الباص. فتخيل انت حجم الاستثمار والقروش الضايعه ده زي النزيف بالمناسبه في الحتات دي. فمظبوط انه الهيئه القوميه تخش معانا في الحياه دي اسير
وهي فعلا مشكورين دكتور جمال، يمكن بدوا في مشاريع بانه هم يتحملوا معانا الحاجات دي. اضافه لكده الحاجه دي تكلفتها عاليه زائدا عشان انت كمان تجيب مولدات. الليله الليتر بتاع الجاز يا انور ويا شباب يمكن نحن متابعين من 4 جنيه ناول الليتر ب 62 جنيه ده لو لقيته. التكلفه العاليه اللي حصلت في الوقود ما تتخيل انها ما مفروض تنعكس على الاسعار. هي يعني انت لو زدت جنيه في 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 خدمه الدنيا دي كلها بتقوم عليك. وخلينا نقول انه الكهرباء ما متوفره حتى الان في كل المواقع بتاعتنا او كل الولايات. نحن مثلا لو اتكلمنا عن القضارف ومناطق لحد البحر وسينجا انت بتلقى انه لازم توفر 2 مولد بتشتغل 24 ساعه 12 ساعه. المولد يستهلك له اباوت 6 برميل في الشهر. لكم لاباوت 1000 شخص او 2000 شخص في الحله دي كلها. فما يعني الناس هاي بتجبر كسر بعض. يعني خرطوم مثلا انت تكون عندك صايد شايل له كم صايد في الريف، لكن الحاجه بقت حاره على الشركات بجد. الريجوليتي المفروض يتدخل على اساس انه هو يشيل شويه المشاكل التشريعيه برضه بتاعت الولايه زي ما قال وليد والشباب ده. المجلس التشريعي في الولايه بيلغي اي تشريع. انت عارف بالعوائد بتاعتك في ولايه من الولايات ممكن يقفل لك 6 صيدات او 10 صيدات وما في قانون بيسري حتى لو شلت قرار من المركز هنا بانه انت ما مفروض كمستثمر في مجال الاتصالات تدفع. انت ما في زول بيشتغل بك هناك في اي ولايه من الولايات. ادفع بس. المجلس التشريعي في الولايه قرر انه انت تدفع خلاص. الموضوع كده بكون انتهى. يمكن دي الحته اللي انا حاولت اخش فيها. نعم. لو ممكن اواصل طوالي يا انور عندي دقيقه يا تمام تفضل. البوينت الثانيه برضو بتواجهنا عشان نوفر افيليبيليتي النتوركس دي قطعات الفايبر يا جماعه، الالياف الضوئيه، القطعات العشوائيه سواء كانت جوا المدينه ولا في المدن بقى كنتري برا. جماعة أي زول ممكن يقطع الفايبر. يعرفوا كيف إنه هنا في فايبر أصلاً؟ بمرزم بيبدو يعرف إنه في فايبر موجود في الحتة دي، لكن هي ولا كده ولا يعني هي في intentional وفي unintentional. يعني ممكن دولة عميقة ولا ممكن competitor يجي يعمل عملية زي دي ممكن يعني؟ competitor no، لأنه أصلاً إحنا ويسيرف كل ال يعني مع بعض ويسيرف الحاجات يعني. النخاع الشوكي واحد. يس اي نفصل طبعا اكيد يعني الناس احسن من كده بكثير. لكن في قطعات عشوائيه بتاعت مثلا بتاع المويه ده يحفر، وهنا ما في تنسيق طبعا بين الاتصالات وبين وزاره البنيه التحتيه. يمكن يكون ما في خرط، ما في الحاجات دي عشان توري الناس دي انه هنا في فايبر ما تحفر في الحته دي. لكن في خطوات ثانيه طبعا. الغريب ده مثلا زمان كان بيتقطع، في زول عارف انه فايبر بيقطعوا عشان يشيل الكيبل ده يستخدمه لصوت للرعاه يعني. كلام زي ده ترو اكزامبل يعني. يعني فالخطوات دي لو ما لقت لها حل عشان تسكيور الفايبر اوبتكس دي اللي هي عصب الاتصالات، هي تكرس كل الترافيك ده الانترناشونال والناشونال. There is no way احنا we cannot maintain the availability of the networks. ودي ما بتتحلى بأخوي وأخوك. فعلا داير التشريعات، داير efforts في الحتة دي. ممكن تكون collective efforts الشركات، لكن طبعا definitely regulator دوره مهم في الحتة دي. طيب عشان برضو الناس برضو ما تشيل زي يقولوا كل واحد يشيل الكورة ويدعها في ملعب الثاني، نبقى برضو في القصة الثنائية بتاعتنا. collectively كلها في ملعبي انا. اي لا عيب عشان شنو؟ احنا هنا اخواننا ما شركة الاتصالات بتهاجم في الهيئة، ونحن قاعدين بنتحرك ولا زي يقولوا شنو نسخن المديدة. احنا كلنا مجتمع واحد سوداني. عندنا مشاكل دارين نواجه المشاكل دي ونحلها. What is the best practice في انه تتحل مشكلة زي دي بتاعت قطاعات الكيبل؟ يعني كنار قبل فترة كان برا الشبكة والكيبل البحري كان فيه مشكلة، فالناس عانت من قطاعات الخدمة في وقت يعني يا اخي شوف زهجانين في البيت والما عارف شنو والناس قافله. هو يا دكتور انور انت يو كان مينيمايز البرسنتج بتاعت القطعات.
لكن ما بتقدر كومبليتلي انها تمنع. هي فورس ماجور ممكن يحصل يعني في البحر دي نحن ما حقتنا اكزاكتلي اي انها لعبه يعني، لكن ممكن نعمل ميجرز او بيكوشنز انه نحاول نقلل يعني، ممكن نوفر ممكن نحمي الحاجات دي، ممكن تو سبيند مور انه احنا تو سكيور الكيبلز يعني كده. ممكن دكتور جمال مثلا انا والله اني انبوت في الحته دي. تفضل دكتور جمال تفضل. انا من قبل رافع ايدي يا دكتور انور، والله ملاحظ لك يا دكتور. انا رافع ايدي من الفات بتاع ايمن، الفات بتاع ايمن لانه ايمن حسب الفات حسب الضرائب 35% اي 40 كمان اقول لك هيبقى 40 يعني الاسبوع الجاي قطعت كهرباء وفات 40%. يس غالبا حيبقى لكم 40 قرار رسمي طلع، لكن الحاجه اللي عايز اقولها في الفات، الفات في الاساس هو عبء على المشترك وليس عبء على شركات الاتصالات. يعني ما بيعمل اي دقيقة ما بيعمل اي نقصان في ارباح الشركات، الشركات كولكتر بتسلم الدوله. الفات دقيقه الفات ال 36 او ال 40 او ال 35% بالنسبه للدول اللي حوالينا يا اخواننا والله عادي، في فات 70% وفي فات هناك. الحاجه الثانيه الفات ذاته نسبته بتاعت الزياده اخر مره 200 طول جدا، لكن خلونا من حته الفات في حته مبشره جدا يمكن اخونا ايمن يتكلم لكن ما اعرف متطرق لها ليه، اللي هي الحته بتاعت الدولار والانفليشن الحاصل. يا اخواننا السياسات الصدرت امبارح والامبارح دي ما بتحجم تماما تجارة الدولار والدولار والشركة تشتري من برا أو أي زول يشتري من برا والسوق السوداء كله بقى عايد صادر وعايد صادر مغلق. In case it succeeded يا دكتور، لو نجحت لا ما أنت ما خلينا نتفائل. السيدي سياسات ما حصلت قبل كده ويسأل الآن السياسات دي واضح جدا للرأي الزول اللي عنده لوجيك إنها منضبطة جدا. يعني أنا ما حد يشتري بها بس أنا إحنا مع زمان من زمان عندنا قوانين جميلة لكن في كوربشن وفي lack of enforcement و rule of law إلى آخره. بس أنا وإنت بنتكلم فري جدا نعم. يعني أي حاجة فري سلام وعدالة يعني كلنا من قاتل بإيدنا. الآن الوضع اختلف السياسات نعم. دي على لك على حسب الباب دي أي بس دقيقة بس أنتهي من الحتة ده نعم. أنا ما عايز أنتهي من أيمن وأخوش على فراس سريع هترصصها كلنا يا دكتور. السياسات المالية مبشرة يا دكتور أنور ببساطة شديدة جدا في انها تحل المشكله بصايد الدعم بتاع جهاز تنظيم الاتصالات في انه يعني دائما بيرفع توصيات للدوله في انه يقيف مع شركات الاتصالات في الحته بتاعت التحاويل الماليه وغيره لجيب الاجهزه ولارباحها واعتقد انه من التوصيات انه مفروض الدوله تدعم شركات الاتصالات في العمله دي زي ما بتدعم الادويه وبتدعم الوقود وغيره اللي هي مش تدعمه وتدفع لهم نو لا تعمل لهم سياسات تفضيليه زي الاخرين ونحن كلنا بنتفق في الكلام. لو جينا للحته بتاعت التعرفه وتدخل السوداني يا استاذ فراس في التدخل الجهاز استاذ فراس في التفاصيل والتعرفه يا اخوان الجهاز ما يزول لنا كلمه الجهاز دي عندها نيجاتيف بيرسبشن. ارجع لك للاسم القديم بيزعلوا ناس الجهاز الهيئه. الحاجه اللي عايز اقولها زياده الفات الموعودين بها قريب ده اول حاجه ما زادت الدوله برا جو شركات الاتصالات قيادات من شركات الاتصالات قعدت مع جهاز تنظيم الاتصالات وناس الضرائب ووزارة المالية وتوافقوا على الأمر ده. التعرفة نفس الحكاية يا فراس، نحن منخش في التفاصيل بموجب القانون مش بموجب القانون وبس، ونحن مميزين كمنظم في المنطقة كلها في إننا مرينين جدا ونتخذ قرار إلا بالاشتراك مع الأوبريترز. نجيب الأوبريترز عندنا الموديول الفلاني عشان نقيس بيه، عندنا الدراسة عندنا الأرب وعندنا متوسط دخل الفرد وا 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 وا. يا إخواننا الزيادة تكون في الحدود الفلانية في فتره قدره كده ما تزيد اكثر من كده كويس، بتوافقوا معنا بنقول اوكي بعد بينا بنطبق يعني بنطبق انفراديا. لكن العقليه السودانيه اللي حيتكلموا عنها في السيشن بعد ايام اديني اجابه ليه المواطن السوداني قبل اللتر بتاع البنزين بيقى ب 600 وشويه الجالون بيقى ب 600 زياده 1500% ما قادر يقبل زياده بتاعت فات 4% في الاقتصاد. لكن ما جاوب رفع في المرتبات يا دكتور اي ما انت رجع في المرتبات ما كله انت مرتبك ده بس بتصرفه في البنزين ما بتصرفه في الاتصالات ما هي يعني حاجه كومون. لكن العقليه السودانيه لا تقبل هبش الاتصالات اطلاقا انا ذاتي منهم يا اخوان عشان نحن نتكلم بترانسبيرنسي بوطنيه كويس. لكن لما زادوا لي البنزين
ويسجلون بيجا في 128 من 24 جنيه، زيادة ضخمة جدا غير السوق السوداء. نصل الاتصالات كبير تقال ساكت بفتش علي ما لقي، لكن أول ما تزيد الاتصالات تقوم القائمة. في العقلية السودانية دي تفسر لي ليه قبلت ده في البرسنتج الضعيف جدا للزيادة ما قبلته، وده قبلت البرسنتج الضخم جدا في الزيادة. ده موضوع براو. وين كان بكرة للسيشن بتاعت أستاذ محمد جوال الدين؟ كلية الزور السوداني. نعم. حاجة تانية هي بالنسبة للسرقات وغيره وغيره، يا أخوانا ما كان في حلول كثيرة أصلا موجودة عند هواوي بالنسبة للبطاريات وغيره. ليش شركات الاتصالات ما مشيت؟ خلي الحلول، الحلول الخطتة في شكل لوائح الدولة. ونحن الدولة لما نقول جهاز تنظيم الاتصالات، أنا ما بوليس، أنا بوليسي ميكر بتاع ريجوليشن، يعني ما بقدر بالقوة أفرض على شركة. قلنا لهم يا إخوانا طلعنا لائحة المشاركة في البنى التحتية، البرج ده ممكن يشيل لك 8 سيتس، ليه تشتغل فيه براك والتاني يبني برج جنبك وانت ذاتك لما تبقى غابة من الأبراج؟ ليه ما عايزين تعمل المشاركة؟ ليه متمترسين في الحتة دي؟ الحتة هي بتاعت الانفراستراكشر شيرينج دي ليه؟ يعني أنا كان في سؤال يعني بادر الأسان، يعني السودان ده محتاج لأربع شركات اتصالات؟ محتاج ل البرج بتاع تقوية؟ نتكلم عن الأبراج الانفراستراكشر شيرينج، هديك مدرسة بتاعت سوق براك وشركات الاتصالات وعدد الكاستمرز والماتيوريتي و و و والساتوريشن وكده. ديك دراسة براء قرارات ووصلوا الأربعة وكده. كويس، في ناس بيقولوا تعالي أنزلوا عطاء عشان يجي للدولة، لكن السوق ما بيسع، الدراسة ما بتسمح. لكن أنا ما بتكلم عن شركة، أنا بتكلم على أبراج الانفراستراكشر. هل في داعي إنه كل زول ابني جنب الثاني ويرفض إنه الثاني يشاركه مع إنه إنكم فيه؟ يعني الحكاية لما نيجي يشاركك زول زي اللي أنت بنيت لك عمارة أجرت منك شقة مع إنك إنكم من الشقة والعمارة حقتك، صحيح. لكن ده بيرفضوا تماما، متمترسين في الحته دي تماما لحد دي ما الموضوع بيجي في اللحمه الحيه الان. الاوبريشن والمينتنس و و و بقت غاليه جدا جدا، وبرضه رافضين المشاركه في البنى التحتيه. انا اعتقد الدكتور دي يعني عندها علاقه بالفتره اللي نشات فيها شركات الاتصالات بصوره يس. عامه وانه بعض التفضيلات وبعض اسمه شنو ده الاستثناءات وبعض اللايسنسز اللي يعني ادوها لافراد وبعض الاكوزيشنز والميرجز اللي بتحصل والبيع بتاع الشركه من شركه ل من فور انفستر ل لوكال الى اخره، في دايناميك كثير جدا احنا محتاجين منكم في الهيئه تنظيم الاتصالات والبريد انه تدعموا تدون البيانات احنا الباحثين على اساس انه الشباب يجروا فيها يطلعوا دراسات عشان نعرف. لكن الشباب ايه هنا تبحث وبتطلع بريزلتس وتوصيات وكونكلوجن واو، لكن هذه الاشياء براكتيكالي ما تطبقها لك بتاع شركه الاتصال. شركه بتاع عايز يكوش عايز كميه من الاطاج، كميه من الانفراستراكشر، كميه من الالياف الضوء حقته. طيب منو الادفوكيت بتاعنا نحن؟ يا هو الهيئه الادفوكيت بتاع المواطنه يا هالهيئه؟ يعني منو حيدافع لنا عن حقنا احنا كمواطنين؟ يعني جهاز كويس، جهاز تنظيم الاتصالات. الترند اللي عملته ده يعني انا بقول لك شنو الترند اللي عملته شركات الاتصالات لما عملت الكميه الكبيره بتاعه ما تيجي تشتكي انه سرقوني، ما في تكنولوجيا ممتازه جدا جدا بتحمل الموضوع ده كويس. الان موجوده في بعض البطاريات لما تسرقها بتعمل لك بلوك طوال، في بعض البطاريات بتعمل لك اذى في ايدك وغيره وغيره. الموضوع ده امبارح كنا في اجتماع بخصوص ليه ما مشيت له. موجوده تكنولوجيز كثيره جدا في رينيوبل انرجي كثيره، يعني انت جاي عليها ما تبقى لك اسم كويس عشان تستعمل الجنريتر، ما تستعمل الطاقه المتجدده دي كويس. يعني دائما انت متحجر. فشركات الاتصالات عليها معول. لو جينا للحته بتاعت فراس على عجاله جدا، السبيكترم اللي تحته شركات جهاز تنظيم الاتصالات فري في ايام الجائحه دي وكان قصاده انك انت تقدم خدمات تفضيليه باسعار تفضيليه للمواطن، انا اعتقد انه بالنسبه لسعر السبيكترم ده بيناتس. يعني الدوله اتكلمت في اطار قومي لوباء، يعني انت تقوم تحجم تقول لي لا انا ما حشيل السبيكترم واستغله لانه انت خدت لي مقابل، انت ما جيتني قلت لي المقابل ده انا ما بعمل وير انك انت عملت حاجات. بس قبل شويه اخونا فراس ذكر انه شركته عملت حاجات كثيره جدا جدا، طيب ليه ما جيت طلبت اسوه بالحاجات اللي عملتها للسبيكترم عشان تزيد الافيلابيلتي تزيد في الان الفيو؟ انت اساسا قبل الجائحه دي اشكاليتك بتاع زياده الترافيك كانت موجوده وما اشتريت سبيكترم، انا اديتك لمجاني في ظل الجائحة دي. تيجي تقول لي لا لانه عندك مقابل، طيب تعال ناخذ شنو؟ احنا قاعدين نقعد مع المدراء موافقين على الكلام ده وعلى العين والرأس بل اشادوا به كويس. فيعني الاحتياج ما في محله، ما منطق يعني انه انا ما شلت سبيكترم الثاني ان شاء الله، طيب
بنفس المقابل ده. ما الكلام وطني يا اخوان. الكلام انا شكرت المبادره اول يا دكتور. انا شكرت المبادره. لكن ما بعتك عملتها كيس استضي عليك. قلت انا ما جيت. قلت ليك انه احنا كنموذج ما كان النموذج متوافق معانا ومشينا لحلول بديله. يعني احنا هسه عندنا حلول ثانيه ماشيين فيها يعني. لا ما انت الحلول اي. لكن المقابل انت بتكلمت عن المقابل عشان كده انا ما اجي. المقابل يا اخي بسيط جدا، اسعار تفضيليه، مرونه مع المشترك. هي الفكره في احنا مخنوقين كترافيك. لما انا اي ما اصلا لما كان سالناه في الجلسه القبوله يا دكتور كان فيها فراس يتكلموا على انه الديماند كان اعلى بكثير جدا جدا من الـ من الـ من السبلاي. يعني اوريدي كان عندهم مشكله لما جات الجائحه. طيب ليه ما جا اشترى؟ ليه ما دي قروش ده استثمارات. ليه ما جا اشترى سبيكترم؟ ليه ما جا تفاوض مع الهيئه في سبيكترم باي طريقه من الطرق لما يكون عندكم؟ ما انا كمان عايز احمي المواطن. طبعا يعني دي الحته الاهم بالنسبه لاي زول. هاي والكواليتي بتاعته، لاحظ انه عنده كونجيشن، ما جاء شال سبيكترم زياده والكواليتي تدنت وانا ما عاقبته. انت ممكن تعاقب كده بالمناسبه الحته دي برضه ورينا، لانه انت المفروض العكازه بتاعتنا بتحمي من اي حاجه غلط ممكن تحصل. العكازه ما استعملتها لانه الموضوع ايكو سيستم كامل. انا عندي تحديات ادت فيها مسؤوليه على الدوله، ادت الى انه تنقص الاجهزه والمعدات والعمله الحره ومي ولا الطاقه والوقود وما يطلع قروش وارباح. واو عشان كده انا بقيت مرن معه جدا في العقوبات. لكن عندك اسوه بالكلام، عندك نيجيريا توقيع العقوبات في الكواليتي اوف سيرفيس، عندك السنغال كويس، موريتانيا في توقيع العقوبات بتاعت الكواليتي اوف سيرفيس مبالغ خرافيه. يعني لو واحده من العقوبات دي طبقناها على اي شركه ممكن تدمرها في الواقع. لكن الناس بتعمل كومبرمايزيشن. انا عندي حاجات مسؤوليات بتاع الدوله تجاه هذه الشركات ما قدرت اوفي بها لانه في جهات اخرى في الحكومه ما قدروا يحلوها. ايوه انت ما قدرت توفي لها كل الحاجات بتاعتك. الامبارجو الحاصل علي. فبقيت مرن لانه انا قلت لك ما بوليس، انا ريجوليتر. فبقيت مرن جدا. هل مرونتي دي انت تستغلها؟ تقول لي انا اساسا عندي كونجستشن وعندي ترافيك يعني كونجستد وعندي كواليتي اوف سيرفيس متدنيه، عشان ما دفعت قروش جيت اشتريت سبيكترم تيجي تقول لي ما حاشيل ده وبرضه هنا عندي غلط الكلام ده. انا ما وقعت عليك عقوبات في الحاجات ديك في الكواليتي بتاعتك لاسباب اسباب الدوله. ده ما معناته انت ما تو انفست في الشبكه بتاعتك والكاستمرز بتاعينك. دي بقى مسؤوليتك ما مسؤوليه الدوله. تمام. يعني عندك قبل شويه اخونا عبد الله قال شركه زين اشترت سبيكترم زي ما عندها القروش راقد القروش يقول لك لا ما ده ايوه ده ما عنده قروش صح؟ دي ما مسؤوليتي انا ما عندي قروش. انت وين المالكين ليك؟ خليهم يدفعوا ليك. المالكين احجموا ليه؟ هل لانه ما عندهم العقوبات الامريكيه ما قادرين يطلعوا قروش؟ هل بس العقوبات الامريكيه؟ لا فينا نحن في فيجا سايكل ولا شنو؟ اي لكن الموضوع تفاصيله اكثر من كده. انت لو تكلمت عن العقوبات الامريكيه بيبقى ده الكومون فاكتور علينا كلنا، لكن بعد ذاك في تفاصيل دقيقه ثانيه لبعض الشركات ما عادش انفست مش عشان ما تطلع قروشها وغيره. الريفينيو بيجي اقل من انفستمنت ثاني وهكذا، بيجي على حساب المواطن والكواليتي و و و والحاجات زي. انت ما تعمل كومباريزون بين الشركات بغض النظر عن مين ده عنده قروش، ايش معنى ده جودته متدنيه واداؤه عنده كونجستيون الثاني كويس جدا شغال واي؟ يعني احنا دايرين نخضع للريسيرش والناس تعرفها على اساس انه احنا والله بهمنا جدا الكواليتي اوف سيرفيس. المواطن ما يتاثر بها، وان والله يا اخي الغلاء بتاع السلعه ما يتاثر بها المواطن. يعني في النهايه الشركات نفسها عندها اكثر من لاير بتعمل فيها سيرفيس. يعني البدايه لما بدينا نتكلم خلونا استخدم اللفظ، لما الناس قلنا تتبوبر كل زول قدم له لسته طويله عريضه جدا من عملنا معناه انت بتقدر تعمل اكثر من حته، مش بس في الليفل بتاع الكونكتيفيتي وانما في ليفل ثانيه مختلفه. فواي نوت تو بوت الرايت انفستمنت في 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 الحته بتاعتك اللي بتليك، مش كده يا دكتور؟ يس اي صحيح. تمام. يعني اوكي تفضل. طيب المدراء الموظفين مرتباتهم هجره العقول دي حاجات بتصيب كل الناس. يعني زي ما في الهيئه هي تنظيم الاتصالات والبريد
يعني بتعاني من هجرة الأدمغة. أنا شخصياً بعرف ناس كانوا شغالين عندكم بس حالياً موجودين في السعودية، موجودين في بعرف ناس شغالين في زين، في كنار، في MTN، في سوداتيل، في سوداني، كلهم موجودين. يعني أنا مشيت شركة STC، شركة زين في السعودية، هنا ده في أريدو، في اسمها شنو دي فودافون، مهندسين سودانيين تم تأهيلهم أعلى تأهيل، يعني كلهم مرقوا هجرة بتاعت عقول. دي حاجة بنعاني منها كلنا. هل في خلال الجائحة دي أخواننا شفتوا أي حاجة يعني، أو في ترند هيكون بعد الجائحة تنتهي ولا كده القصة بتاعت هجرة العقول دي؟ طيب كيف هتقدروا تعملوا ريتينشن للموظفين بتوعكم الموجودين معكم، الكفاءات الموجودة حاليا؟ نبدأ بالطيب. أنا حقيقة داير أخو الشركة دكتور في الحتة دي بالذات. ليه؟ لأنه حقيقة أن إحنا حسا يمكن دخلنا في الانفراستراكشر وكيف أنه نحن نهيئ اتصالات مستقرة ومستمرة كويس للمواطن. أنا داير أقول لك أنه الجاي حليلة ساقتنا نحن لحتة مناسبة استبغناها قبل ما يجي زمنها. يعني الليلة الجاي حدية جاتنا في وقت الناس بتفكر في الانترنت اوف سينكس، في انه هو جاي بعد فترات طويلة في الكلاود، انه لسه السيرفرات الدنيا، انه خط الداتا بتاعتنا الهيوج اوف داتا القاعدة فجأة كده لقينا انه اي حاجة لازم تدعمل الليلة ولا بكرة كمان. لازم نشتري اللابتوبس بكميات كبيرة، لازم نشتري سماعات، لازم نمشي ونعمل ونعمل ونعمل، لازم يكون عندنا VPN، لازم يكون عندنا كل التقنيات اللي لازم نعرف مصير الموبايل بتاعنا وين الى اخره. exactly. ففي النهاية لقينا إن الناس لازم تكون work at home، قاعدين في بيوتهم ولازم يشتغلوا. الحاجة دي بالمناسبة دخلتنا في تحدي كبير جدا about the future بتاعنا، نحن مستقبلنا ماشي لوين؟ هل نحن بعد كده هيكون نفس الناس اللي قاعدين في المكاتب ومنتظرين الانترنت قطع والكهرباء جات؟ لا بالعكس بالمناسبة. أنا بتخيل إنه الجاي حدية هي بقت فرصة لأنه نحن نستفيد ونعمل optimization للموارد بتاعتنا بصورة كبيرة جدا. كيف الحاجة دي؟ بأنه الليلة كل الموارد اللي كان بتصرف في الكهرباء، في التفاصيل بتاعت الكاترينج، في الترحيلات، في الكورسات، التدريب اللي كان بيمشي له والإنسان فيزيكال، ناو الحاجات دي كلها مفروض تمشي للآي سي تي. زي ما نحن نتكلم، بنتكلم عن الأونلاين ترينينج، بنتكلم عن إنه زول قاعد في حتة دو فاتح التاب بتاعه، البريزنتر بيقدم زي السيشن بتاعنا الآن. ما في حاجة بقت صعبة، أنت ممكن تقرأ أونلاين الماستر بتاعك بدون مسافر بحكاية بتاع 4000 استرليني مصاريف على غيره على غيره. كذلك هنا الليلة نحن عندنا بنود ضخمة جدا في الميزانيات بتتوجه للميشن اللي هي الماموريات، بتوجه للعربات، بتوجه هيسينك إنه كل الجروزية مفروض يحصل لها ري ديستريبيوت من جديد في النصف الثاني لكل الشركات على وحتى الحكومة بالمناسبة، على أساس إنه البنود بتاعت الميزانية دي بقت فاليد بالمناسبة. ما نفس الحاجة الحاصلة في شهر واحد الليلة انت هتشتغل بها في شهر سبعة في بند بالمناسبة هيكون متعب ذاته أصلا، لأنه بقى أصلا ما ممكن الليلة تلم لك ناس. خلينا نتكلم عن السيمينارات والفيستيفال، هل في شركة ما عندها بنود مخصصة للحاجة؟ بالتأكيد في. ليه ما تتوجه لأنه نحن نستثمر في العقول بتاعت المانجر، في الامبلويين عندنا، على أساس إنه نرتقي بيهم والواحد يقدر تمانج حتى الأنشطة بتاعته وهو قاعد في البيت. ممكن الليلة يدير عدد كبير جدا من الموظفين بتاعينه بكفاءة عالية، يقدر يتابع الأنشطة بتاعتهم حسب الـ KPI، يقدر يصل لكل النتائج اللي هو متوقع إنه يصلها من خدمة ممتازة، من أداء جيد. وده كله بالتأهيل وبالبحث زي ما قلت يا دكتور، ودي الحاجة دي بالسجن مناسبة لتغيير كل المنتاليتي بتاعتنا. يعني حتى نحن عندنا أكاديمية منتاليتي جديدة مش كده بس نعم. عشان الفيوتش يعني أنا حاسة لو اتكلمت عن الأكاديمية بتاع سوداتيل هي المركز المعتمد من الاي تي يو في الدول العربيه، هي من الست مراكز المختاره وهي بتمتلك السوداتيل. الان نحن الاكاديميه بالتاكيد هتمشي في منحة جديد على اساس انها هي هتقدم دورات اونلاين، هتقدم ليه؟ لانه انت ما حتقدر تعقم اي بني ادم يجي داخل لك. اذا الاكاديميه زمان بتستقبل 1000 طالب
أو 1000 دارس ومشارك في اليوم، هل الليلة هتقدر أنت تصرف عليهم على أساس أنك أنت تحميهم من جائحة زي دي، ولا هتقدر أنت تخطهم في 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 كلاس روم بسيطة يعني في مساحات 5×10 ولا غيره؟ لا بالتأكيد أنت لازم تمشي ليه مساحات إضافية من التفكير، من أنك كيف تعالج الحاجات دي. فالحاجة دي ده التحدي المناسب القدامنا كلنا كشركات اتصالات، كمنظم للشركات دي في تحديدا في حتة أكاديمية السودانيين دي. احنا رحب فيكم انكم تكونوا جزء من المبادرة بتاعتنا للتحول للتعليم الإلكتروني. يعني في عدد كبير جدا من الجامعات والسودانيين الأساتذة والباحثين كلهم، يعني الناس ما قالت القوم للسودان وحنبنيه ايدينا يا بلد يا ولدي الاخري، الحاجات دي كلها مع بعض. نحن الباحثين السودانيين بنحاول نعمل الحاجات اللي علاقه بالتعليم والبحث العلمي وكده. والله والاكاديميه مفتوحه بجد من بدري، يمكن لكل الشباب السودانيين في التاهيل في مجالات الفايبر اوبتيك، حتى الشباب اللي انت بتقول صادفتهم في الاتصالات السعوديه وفي كل الفودافون وغيره كلهم درسوا الفايبر ودرسوا التقنيات دي في اكاديميه سواتيل، لانها بتمتلك كميه من المعامل الجاهزه اللي فيها سيميوليشن وبتاهلك بصوره واضحه جدا. لانه ما في شركه اتصالات بتقدر تفتح لك الكوبانيه بتاعتها او بتفتح لك الشلتر بتاعها على اساس انك تعمل اختبارات، فنحن عندنا معامل جاهزه الاختبارات فيها ممكن تعمله كلها حتى ال 5G نحن عندنا في لاباتنا ومتوفر. عموما هو انا الحاجه دايره صليها انه لازم نحن نتغير، نمشي في اتجاه جديد، نمشي في الاونلاين، نمشي في الابس، نطور حاجاتنا ومستوى الادراك بتاعنا على اساس انه نقدر تفيل الجاب اللي حيحصل بالمناسبه، ما نفس العدد حيكون شغال بالمناسبه. بالتاكيد حيكون في نظره جديده من المانجمنت للناس. الليله اذا البيزنس ماشي وناجح والناس قاعده في بيوتها من شهر 3 بالتاكيد في فهم جديد حيخش، ما هو بيزنس في النهايه، بعين للريفينيو، بعين للارباح بتاعته، والمارجن ده تو ماكسمايز المارجن. فبالتاكيد حتى الهيومن ريسورس بالمناسبه هي كوست عالي جدا، خاصه مع الانفليشن الحاصل، اضافه للانفراستراكشر، اضافه للكوست بتاع الاوبريشن، كل الحاجات بالمناسبه هي بتصغي الكاهل الشركات. فبالتاكيد هي دائره تنفض عشان تبقى اكيد برضه المفروض انه الشركات دي يكون فيها يعني سورت اوف ليدرشيب، يعني في والسنس بتاع الـ بتاع الـ بتاع الوطنيه العالي، بحيث انه ما في مواطن يتاذى ولا كده، ولا الناس يعتبروا كاوفر هيد، وانما لو في اي تريننج محتاجين له عشان ادابت مع النيو نورمال الناس تقدموا له ولا شنو؟ تماما. فدي الحاجه اللي انا بقولها انه الناس لازم تجهز للمرحله الجايه. اي زول لقى نفسه انه قاعد فتره طويله في الجائحه دي مظبوط يكون اهل نفسه، عمل تدريب لنفسه على اساس انه هاو تو انه يصل تو اتشيف الاوبجكتيف بتاع المنشأة او بتاع حتى حاجاته هو يصلحها كيف باقل زي ما بيقولوا مجهود. الليله خلاص حكايه انك تركب مواصلات عشان تمشي بنك بقت ماف، لانه في ابس قاعده انت بتقدر تحول. الليله السقف بتاع التحويلات وصل ل 500 مليون بين يوم وليله بدقه زر من بنك السودان. القرار طلع الشركات خلاص فكت ليه على اساس انه ما بزول يمشي يجيب صم عشان يقول انا عايز احول 500 مليون ولا 200 ولا غيره. السقف بتاع الفواتير نحن عندنا مثلا وصل ل 2000 جنيه انت ممكن تدفع. فهي شوف كل الحاجات مشت ليه انه خلاص الناس مشت للانترنت اوف سينجز، ما في حاجه بقت زي زمان. فهي الانفراستراكشر مهمه، لكن كيف نعمل انفراستراكشر ممتازه بانه نعمل ري ديستريبيوت للميزانيات بتاعتنا عشان نستفيد منها في الحتات المفروض يحصل لها اوبتمايزيشن. يعني اشتري قروشك دي خدها في حتتها الصح، انت بالتاكيد هتقدر تعمل بنيه تحتيه ممتازه. الابس بقت ما مكلفه، انت ممكن تعمل ابس لافري سينج شات بوت شات. طبعا هاي بعد كده بيبقى سكاي از ذا ليميت. في قصة العودة للمكاتب دي حيتكلم عنها أكتر، اللي هو خليني بس استرس على كلام تمام. معلش يا طيب، إحنا في بي بوينت في ري انفنشن لشكل الحياة الجديد. السيشن بتاعتنا دي بتتكلم عن التليكوم از انفراستراكشر، وفي كلام عن الترانسفورميشن الديجيتال ترانسفورميشن الاوريدي بدا، يو ار رايت، لكن احنا وي هاف تو سكيور يعني a very good infrastructure for this. Today,
people will remain home, will stay home. أنا الليلة كزوج شغال أنا will stay home. أنا هحتاج bandwidth بتاع إنترنت. My kids will stay home لأنه حيجروا من البيت. The extra bandwidth. فالإنفراستراكشر الشكل الجديد المفروض إنها تقدر to adapt على الحاجة دي to expand to satisfy the need ده. Exactly. This goes beside الحتة بتاعت ال transformation وinventing الابس والكلام ده. هو هي بتعتمد عليه تماما. بدون نحن ما هنكون اصلا عندنا الامكانيه انه تو انفيست في الابس او في yes, حتى التعليم الالكتروني وكل التفاصيل الحديثه. يس الحاجات دي احنا وي كانوت جو انليس انه زي ما كلكم قلتوا قبل انه في رؤيه واضحه لشكل الحياه الجديده والحاجه دي تبدا من الحكومه زي ما انتم قلتوا مرورا ب وين دكتور جمال يا باشمهندس مرورا بهم مرورا بهم كلهم يعني يكون في استراتيجيز جديده وعشان الجهود بتاعت كل الشركات تكون ماشيه بارلل تكونتريبيوت للفيجن او الاستراتيجي دي ما هينفع كل اوبريتور تو بلاي براه عشان هو داير شير اكثر تمام طيب عبد الله مبروك عندك انبوت بعد حنمشي لفراس عشان يغطي الجزئيه بتاعت باك تو اوفيس او الناس الرجوع للمكتب وحيكون شكله كيف وهيختم لنا الموضوع دكتور جمال لان احنا بالمناسبه 25 مينتس اوفر الزمن بتاعنا كان ممسوح لكن وي ابريشيت انه النقاش مهم جدا والناس تكون عارفه وده تاسيس ده الفاونديشن بتاع النقاشات الجايه ان شاء الله طيب تفضل يا باشمهندس عبد الله طيب انا حقيقه دار امن على كلام الطيب ووليد باشمهندس جمال انت تكلمت عن الريتينشن الريتينشن اوف امبلويز الريتينشن ده ذيز ا كوست بيتكلم برضه دكتور جمال يتكلم عن السرقات عايز نظام تأميني ذيز اديشنال كوست بنتكلم عن ندرة الجاز وجوده يعني انت بتضطر عشان الصيدات البعيده تشتغل كويس في غطاءات الكهرباء بتحتاج لجاز الجاز بتشتريه بالسوق الاسود بنتكلم عن الباك اب للباتريز اللي بيحصل لها ريبليسمنت او اللي بتنتهي او كده بنتكلم عن الدايفرسيفيكيشن اوف لينكس ده كله عشان السيرفيس تكون افيلبل وبنتكلم عن باندويتس اضافيه دارين نزيده عشان الكاستمر يقدر يشتغل بصوره كويسه لانه في ابس كثيره هتكون محتاجه للكونكتيفيتي دي كلها عبارة عن تكاليف التكاليف دي بتخلي قطاع الاتصالات يشتغل في ظروف غاسية جدا جدا غاسية بمعنى كلمة غاسية يعني زي ما قال دكتور جمال قبل كده غابل للانهيار الكلام ده كله برجع لحاجات بسيطة جدا جدا برجع لشنو برجع للمسألة بتاعت الانفليشن يعني قدر ما تمسك لك سكة عشان تظبطها بدل قاعد تغودك وتوديك لغاية بتوديك للانفليشن تاني غالي يعني كل الطرق بتؤدي للانفليشن فانا في رايي انه الدوله ذاتها تضع مساله استقرار سعر الصرف كهدف استراتيجي وتضع له سياسات تعالج لانه اصل انت لو جيت لمشكله توفر الدواء هتلقى الانفليشن سبب في المشكله دي لو رجعت للعمل بتاع الاوبريشن بتاع المستشفيات تلقى سبب فيه الانفليشن لو رجعت لهجره العقول بتلقى سبب فيه الانفليشن يعني كل الحاجات بتأدي بك للإنفليشن خلاص ليه نحن عنعاني للإنفليشن ده كهدف استراتيجي إنه نحن نوقفه دي نقطة مهمة جدا جدا النقطة الثانية لو عانت لكل القطاعات الخدمية أو القطاعات اللي بتوفر خدمات للمواطن مثلا الفود اندستري الليلة سعر الزيت سعره ارتفع من الأربعة لتر ونص دي ارتفعت من 400 ل 500 600 700 800 1000 فكل السيكترز قادرة ترفع أسعارها بدرجة تكفيها الأوبريشن وتريتين الإمبلويز بتاعنا إلا قطاع الاتصالات القطاع الوحيد ما قادر يعمل الحاجة دي فالمسألة دي مازالة خطرة جدا جدا والناس ما شايفها بصورة صحيحة وقد تؤدي لإنهيار القطاع بتاع الاتصالات تماما أنا ما بتكلم عن شركة زين بس أنا بتكلم عن كل الشركات بتكلم عن كل القطاعات كل قطاع الاتصالات الموجود في السودان النقطة الأخيرة زي ما حصل في التعليم العالي والبحث العلمي عندنا ايوه الهجرة بتاعت أساتذة الجامعات يعني بالآلاف كله برجع للإنفليشن يلا انا بس دار ادي نقطة أخيرة
في الحته بتاعت الانفليشن. الانفليشن اثره في كل الحاجات، والاسعار بتاعت الاتصالات زهيده جدا. يعني لما تيجي تقارن تكلفه الاتصالات في السودان مع تكلفتها في دول العالم الثاني العالم الثانيه، تلاقي انه يعني حاجه ولا ممكن انت ذاتك تقارنها. فالمساله دي حتاثر على السستينابيلتي بتاعت السيرفيس، وبتاثر على الانفستمنت، وكل الانفسترز هيحجموا من انه يدفعوا قروش في الحته دي. والكلام ده برجعنا لكلامك الكبير بتاع انه هل نحن محتاجين لاربع شركات بتاع اتصالات في السودان. وادي الفرصه ل انت كنت فراس حيث نعم فراس. طيب الناس راجعين، there is new normal، رجع المكاتب. انت كزول بتاع ريسك، كاكسبرت بتاع ريسك، شنو الانبوت بتاعك يا فراس؟ بتاعنا باختصار في نقاط معينة. أيوة معلش، قلت لك أنا عشان الزمن حلخص القصة بنقاط معينة. إنه نحن بالنسبة للعودة يعني إحنا في ظل الجائحة لسه موجودة، لكن في حاجة إن الناس تريتين تو أوفيس، لأنه يعني الناس ما حتقدر تو stay at home longer than كده. وإنه يعني في ظل ربع الحظر بتكون الشركات محتاجة تريتين البيزنس حقها، لأنه ما حنقدر نشتغل work from home forever. الأوبريشن حقتنا هي impacted ببرسنتج معين، هي البيزنس ذاته والسيرفيسز sustained، لكن بيتكلم عن الأوبريشن الإدارية التشغيلية في جزء impacted. البروسيس حقتنا، الكنترولز بتاعتنا للأوبريشن برضه impacted. ففي حوجة للناس ترجع، لكن الرجوع في ظل انه لسه المرض موجود وانه لسه الوباء موجود فيها محاذير شديده ومحتاجه تدابير وميجرز قويه تدعينها تو بي انفورس. الاخطر منها واللي هي التحدي الكبير فيها انه في كلتشر تشينج مصاحب للقصه دي. يعني الليلة مثلا احنا بنوفر كل المعينات بتاعه الحمايه من المعقمات، من الماسك، من الجلوفز، وبنخد كل الإرشادات التوعوية للناس، لكن في مسؤولية مشتركة بين الموظف نفسه والإدارة وبرضو الكاستمر بتاعنا، يعني في المراكز وفي التاتش بوينتس عموما. يعني فإنت عشان الناس تتبع الإرشادات دي مصاحبة معها يعني تحدي بتاع كل شركين. اللي مثلا إنت لو بتحوم مثلا بتلاقي إنه في ناس كتار عندهم أصلا إنه الكورونا ده وهم ساي وإنهم عايشين حياتهم، لكن هي بتقبل إنه المسؤولية ما مسؤولية فردية. وإنت بتتكلم عن العمل، يعني إنت الليلة مثلاً طلعت من بيتكم مشيت سوبر ماركت ولا مشيت لك أي حتة فيها اختلاط ومن غير ما تعمل أي احترازات، فإنت هنا ما شعر بيرسم الكباسيتي. لكن لما تكون في قرار إنت حتأثر على حياة ناس تانين، إذا كان الموظفين نفسهم معاك زملائك أو إذا كان الكاستمر، يعني أنت في الآخر بتاع يعني الشركة من واجبين التحميك وتحمي الموظفين وتحمي المجتمع عن طريق الناس أنت حتخالطهم. فهي بتوفر أدوات الحماية كلها، لكن بعد ذاك بتقبل التحدي في إنه السلوك بتاع الناس يواكب الحاجة دي وإنهم يخطوا التدابير دي في تنفيذ. ان احنا خاطين خطه طويله المدى صراحه، يعني بنتكلم عن انه الخطه بتاعتنا هي حتبدا بعد ربع الحظ، لكن ما مشروطه بانها البدايه تكون طوالي. يعني احنا لو متوقعين مثلا الحكومه حترفع الحظر ان شاء الله من يوم 30 مثلا، الخطه حقتنا هي حتبدا بعد ما كل الاكشنز اللي احنا حطينا في البلان انها تتنفذ. فيها ترتيب للمكتب ذاته من اللي اوت حق، عشان يعني احنا عاملين اربع ويفز هنرجع الناس في بالتدريج. التدريج ده ذاته فيه شروط، يعني عشان تمنتين السوشيال ديستانس في الأوفيسز، الريسيبشن، النقاط بتاع التجمعات، الميتينج رومز. ففي تشينج حيحصل على الديزاين بتاع الأوفيسز، في ليبلز حتتخطى، هنحاول انه نخد كل الارشادات التوعوية للناس. في جزء تاني تنظيم للشيفتات بتاعت الكول سنتر، بتاعت السيرفيس سنترز. السيرفيس سنترز طبعا هي بالنسبة لنا اكبر تشالنج، لانه فيها اكسبوجر عالي للناس وزحمه وصفوف وكده. الزياده على كده بتكون فيها كمان الجزء الثاني بتاعنا، هي اغلبها بيجت فرانشايز موديل. فانت
بتكون عملت ترانسفير للريسك بتاعك بتاع الاوبريشن هيدك وديته للريسك رجعته ثاني جزء انت بتحقق يعني انت في الاخر الريبيوتيشن حقك والبراند ايميج بتاعتك فاذا في زو انفكتد في اي مركز بسببك ما حيتكلم عن الوكيل الفلاني هو كان السبب انه قصر هي في الاخر حتكون الشركه فمن كده احنا بنخط التدابير ولا وخاتين محاذير معينه انه حتى اي مركز ما يتبع الارشادات احنا خاتينها هو ما حنسمح له بانه يشتغل فيها كل الحاجات اللي بتوصي بها وزاره الصحه من التباعد من الادوات تحت الحمايه المطلوبه وهي حتكون حاجه زي ما قلت لك خطه طويله وتدريجيه بس بعد ذاك بتبقى في انه المسؤوليه المشتركه بين الناس للوعي ذاته يعني لانه دي واحده من الحاجات اللي حتاخذ من الزمن في انه تقدر تنفوصي بس نقطة انت كان ذكرتها انك بنهاية السيشن تتمنى انه واحدة من الشركات تتبنى جزء من الحاجات الانيشيتيفز حقت البحث العلمي نعم اقدر اقول لك انه واحدة من الحاجات اللي عملتها MPN مؤخرا مع الجامعات عشان تدعم التعليم عن بعد في بعض الجامعات او يعني ما عندي حصري للعدد معين لكن عاملين فري تشارجينج للويب سايت حقت الجامعات عشان انه يسهل للطلبه الاونلاين كورسز وكده بس بنفس المقابل بنكون محتاجين جزء ثاني من الجانب بتاع الاكاديمي يعني انه الكونتنت ذاته ما متوفر انه الدكاتره ذاتهم يعني الترانسفورميشن كبير محتاجين انهم لا هو في شغل كثير لكن انا الفوكس بتاعي كنت النقطه تحديدا كنت بقولها انه واحده من شركات اتصالات التقط القفاز ده وتقول يا اخي انا حادعم البحث العلمي كنت بتكلم عن المركز القومي للبحوث تحديدا المركز القومي للبحوث وعنده 8 هيئات ومعاهد تابعين له وفيها حاجات يعني مرتبطه بالدواء يعني السودان الليله بيدفع دولار عشان يجيب انسولين في حين انه ممكن يصنعه داخله وعندنا الباحثين وعندنا البريميسيس المفروض انها تسمح بالكلام ده لكن دايره مينتنس هنا دايره ما عارف شويه حاجات هنا فدي الحته النفسيه انا ده بنهايه الجلسه دي يكون في شركه من الشركات افورت يعني احنا يعني من ناحيه التليكوم الداتا هي اكبر مثلا هذيك والكونكتيفيتي اكبر هذيك فاحنا اذا حندي فري تشارجنج مثلا لانه الناس تقدر تصل لمواقع معينه فيها اونلاين ماتيريالز فيها سيشنز بتتعمل اونلاين انتم مستعدين مبدئيا انكم تدعموا انيشيتيف زي دي لانه احنا هنا الادفوكيت في القصه دي احنا بدينا وعندنا برضو يعني ممكن تجيب انت تفاصيل اكثر عن شكل البرامج اللي انت محتاجها والناس بتتفاكر بالمناسبه ما للباحثين السودانيين عشان برضو نكون كلير ان احنا وير ادفوكيتنج اون بيهاف اوف المركز القومي للبحوث اللي بيهمنا كلنا كسودانيين فاهمك تمام يعني احنا بدينا في التراك ده واوريدي زي ما قلت لك الجامعات هسه المواقع حقتها الاكسس اغلب يعني جزء من الجامعات انا بس ما قادر احصر اي اي انا يعني اوير بالحاجات الحاصله والمشاكل اللي فيها نعم المشاكل اللي فيها والاساتذه نفسهم دايرين تريننج وفي ريزيستنت بتاعه التشينج وفي تفاصيل كده عارفين الكلام ده وشغالين فالنتير للباحثين السودانيين مع الجامعات السودانيه وكده على اساس انه القصه دي يحصل لها فاسيليتيشن طبعا انتوا ستيك هولدر واساسيين في القصه دي ونحن اساسا من الحاجات الاساسيه انه الكونكتيفيتي يكون ما بين الجامعات والتنسيق مع الوزارة والشركات الاتصالات وكل المشرعين يكون يعني إفكتيف وسريع أيمن كنت بترفع في يدك شكلك زي عندك يعني دار تلتقط القفاز شركة أوربيت رود تقدم حاجة المركز القومي للبحوث من ناحية الكونكتيفيتي ولا غيره قبل كده يا دكتور يعني نحن في الخواتيم يعني لو جينا لخصنا حسن المشاكل اللي الناس تناقشت عنها دي وهي مشاكل كثيرة جدا جدا وأكد لك أنه حاليا التشالنجز والمخاطر اللي بتواجه القطاع يعني ما ذكر ممكن يكون تقريبا 50% منها يعني. وزي ما اتفقنا انه حتكون في سيشنز ان شاء الله جاي وكده انا بس يعني بس حابب انه دائما تو هايلايت او ترابب الحاجات عشان تكون واضحه يعني نعم. انت اشرت في اخر الكلام انه مساله الريتينشن بتاعت الاستاف وحاليا اغلب الموظفين بتاع الاتصالات هم بيهاجروا من البلد حتى الحاجه دي هي حاصله على كل القطاعات للاسف السودان عندنا هجره نتيجه الاوضاع الاقتصاديه المجال الاتصالات او القطاع بتاع الاتصالات زي ما كلنا امننا على اهميته صراحه يعني ولو زي ما برضو لخص الاخ عبد الله مبروك بعد التحديات اللي بتواجهه في الانفستمنت عشان انه هو تو مينتين الاوبريشن بتاعته
الحاجه دي لو ما انعكست صراحه الاداء المالي بتاعه لو ما حصلت له مراعاه خاصه من القطاع الحكومي او من الحكومه عموما صراحه حصل كولابس وانهيار، وده قطاع حيوي جدا جدا، وهو اللي بيضمن لنا احنا كلنا حس اذا كنا في اللحظه دي شغالين من بيوتنا بيضمن لنا برضه اللي قدام ان شاء الله المشاكل تحل اكثر واكثر والناس تقدر تستفيد من التكنولوجيا اللي هي بقت هي عماد كل شيء يعني. فالبوينت بتجيبني برضه لمداخله قبيل وتوضيح بسيط للاستاذ جمال اللي هي موضوع الباد تاثيره على المواطن صح هو ملحوظ، لكن تاثيره على الاتصالات انه ما بيقدر يعمل ريبرايسنج ما بيقدر يزيد عشان انت هو بيزيد وفي نفس اللحظه الباد بيزيد. فدي كانت الحته اللي انا حاولت اشير لها اكثر، بالاضافه لانه هو الاستثمار بتاع شركات الاتصالات ما مدعوم في العمله، لكن ايضا في النهايه بيدفع المواطن يعني في النهايه المستخدم النهائي الاند يوزر. ما عنده مقدر يا دكتور، هو عنده مقدر اذا انت الليله بتدفع لو مثلا 35% باد اوكي، لو كانت الليله ال 20% بيدفع 20% انا كان بديني مارجن ان ازيد وتكون بالنسبه له في متناول يعني يده، لكن اذا انت الليله انا بزيد وفي نفس اللحظه البرسنتج حقة الفات بتزيد ده معناها شنو؟ معناها انه السعر على المواطن حيزيد. فانت لو انت الليله لو ما قدرت تدعم شركات الاتصالات مثلا هو كرانكينج بتاع اولويات هي مثلا ممكن تجي صح بعد مثلا الفيول وتجي بعد الكهرباء او القطاعات المدعومه عموما من دواء وبمح واو، على الاقل نعين لها في الحتات الالتزامات الماليه هي تدفع حاليا صراحه. فدي الكلام ده لمصلحه البلد والمصلحه العامه حتى بتاعت المواطن. الحته الثانيه يا دكتور اللي هي برضو كانت حب ادي رايي فيها اللي هو موضوع الانفراستراكشر عموما والفايبر اوبتكس تحديدا. الفايبر اوبتكس هو الباك بون، هو العمود الفقري لكل شركات الاتصالات، ومن غيره بيحصل يعني انعزال تام للسودان لو حصلت اي قطوعات في السيجمنتس الرئيسيه بتاعته. فالموضوع ده بالذات داير يعني داير سيشن كامله انه كيف الفايبر اوبتكس، عشان هي مشاكل زي ما انا اشرت في الاول هي مشاكل اكبر من شركات الاتصالات نفسها، هي مشاكل مرتبطه بالانفايرمنت، مرتبطه بالانفراستراكشر بتاعت البلد، مرتبطه بالتخطيط العمراني صراحه والمداخلات اللي بتحصل من ناس الكهرباء ومن ناس المويه وتاثيرات القطع الفايبر وعوامل كثيره جدا. فالموضوع ده لو ما الدوله نظرت له كده نظره من فوق وعرفت انه الفايبر اوبتيك ده مفترض يكون زيه زي عمود الكهرباء او اللاين بتاع الكهرباء الماشي بفوق ده لا يقل عنها في شيء، فالمشاكل ما حتتحل وما في شركات تقدر حتقدر تتحل. في الاخر شركات الاتصالات دي يا جماعه دي استثمار ليها، خسارتها طلوع المواطن ده نحن نعلو برضه من جهه ثانيه ان هي ما راضيه وليه، عشان في الاخر ده برضه بياثر على نتكلم على ديجيتال ايكونومي بصوره عامه انه ديجيتال ايكونومي نعم اي هو البنيه التحتيه الانفراستراكشر لاي سوبر ستراكشر ولا حاجه هتترسى به فوق. خليني يا دكتور انور قبل ما بس نفوت الحته دي اي بس يا شباب احنا السيشن بتاعتنا فاتت غير انا اوت اوف تايم بس دار معلش دكتور جمال معلش نعم. كلمنا قبل كم يوم ان المعادله دي لازم تلاقي القلاح شركات الاتصالات they pay hell of dollars في اللايسنس تمام هيل اوف دولارز الكابكس بتاعت الاكويبمنت تمام، وبنجي التعرف بتاعتنا ريجوليتد وعليها تاكسز، والمواطن لانه الانكم بتاعه فيري لو ما بيقدر يتحمل زياده في التعرف. المعادله دي ات ذا اند اوف ذا داي لقدام اللي بيقدر تسستين الكلام ده الزول اللي عنده ريزيرفز كويسه كونتينجنسي ريزيرفز حاجته كويسه بيقدر تو مينتين اوبريشن ويقدر يقدم بيقدر يدفع للدوله ويقدر يدفع وبروفايد سيرفيس في نفس الوقت لكن ما طويل الموضوع ده، فلازم المعادله يتلاقى someone should compromise التعريف تترفع الرسوم بتدفع لللايسنسينج مفروض تخف. I'm afraid انه الدوله تصل لمرحله من المراحل انها تطلب من شركات الاتصالات for free خدكم السبيكترم فور فري تعالوا يا اخواننا اشتغلوا زي ما حصل مع شركات البترول في الكوفيد 19. والله حصل كده الكوفيد 19 يعني الزم الناس اللي عندهم عقودات بتاع البترول موجود في المخازن او الديليفري تايم بتاعه جاء انخفض سعر البترول قالوا تعال شيلوا بس فضوا لي المخازن شيلوا مجانا. انا المفروض انه نصل لمرحله زي دي يعني انه السبيكترم يا اخواننا تعال شيلوا مجانا بس يعني يوتلايز كده. طيب دكتور جمال هنختم بيك لانه الزمن بتاعنا نحن اوريدي يعني اكسيدد بهناك يعني
فدي الجلسه الاولى وان شاء الله تكون يعني عملنا فيها فاونديشن كويس للتحديات عشان مرات كثير نتكلم عن التشالنج على الاوبورتونيتيز وكده نكون الحتات دي ما نرجع لها ثاني. طيب دكتور جمال، هل يعني في فعلا اوبورتونيتي كويسه في القطاع؟ هل الـ 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 الكلام اللي تكلم عنه الزملاء هنا ده من الشركات المختلفه، الحكومه واقفه زي ما بيقولوا حجر عثره كده فين الحاجات تحصل، ولا هل الحكومه فعلا قاعده تعمل الحاجه الصح؟ يعني هي تنظيم الاتصالات قاعده تعمل الحاجه الصح وهي الادفوكيت وهي الحامي لوضع المواطن؟ تفضل. طيب شكرا جزيلا دكتور انور. حقيقه انطلاقا من كلام اخونا وليد والاخوه كلهم فيما يلي المشغلين ويلي الحكومه وجهاز تنظيم الاتصالات كجزء من الحكومه وبنظم القطاع، حقيقه في الاونه الاخيره واحتمال في الامس القريب كنا نحن مجتمعين على اساس انه تكونسيدر الانفليشن اللي حصل الكثير جدا والرياكشن اللي حصل على شركات الاتصالات، ففي باكج من الحلول انطرحت وجزء اعتمد وجزء طبق الليله على سولتر اللي هي منا التعرفه كويس اللي بتجي بتقترحها شركه الاتصالات للزياده، علما بانه نحن قلنا في ظل الجايه حق الناس ما تزيد اللي بتعلم مصلحه المواطن، انه بعد كده تكون في مرونه مع شركات الاتصالات. امبارح يمكن كنا مع بدون تسميه مع واحد من مدراء عامين شركات الاتصالات وتلاقحنا الافكار وتكلمنا، وهو زول مالي ونحن اصلا ما منفصلين عن وزاره الماليه والضرائب وكذا القائمين على المال، فكلهم مؤيدين تماما في انه بعد كده يعني اسعار تعرفه الاتصالات، يعني قد ايش انتم بتتكلموا على المواطن في الفات تعرفه الاتصالات اذا زادت لكم برضو على المواطن، فتزيد زياده معقوله وفق ضوابط ودراسات، يعني ما حاجه ساي الانفليشن وغيره وغيره وغيره. ده نمره واحد. نمره اثنين، جهاز تنظيم الاتصالات ككيان في الدوله يدافع عن شركات الاتصالات بانه لازم السياسات الماليه الجديده الكلام ده احنا كويس، لازم يكون في دعم لشركات الاتصالات في حته العمله الصعبه اسوه بالادويه والوقود وكذا وبتاع، لانه خلاص بقى قطاع حيوي ما في اثنين ثلاثه. دي واحده من الحاجات اللي احنا شغالين فيها. التسهيلات الاخرى، الاستثناءات، هل التسهيلات دي بتشمل انه الناس يشتري سبيكترم بالعمله المحليه؟ ال ولا اللايسنس تدفع اللايسنس بالعمله المحليه بسبب تعوب الدولار؟ اللايسنس مدفوع اوريدي، اللايسنس ل 15 سنه لكل شركه، ما في حاجه. انا اي حاجه بيحتاجوها من الهيئه بيدفعوها بالدولار، هل ممكن يكون من ضمنها انه تدفع بالدولار وفقا للائحه الاسعار او التعرفه؟ في حاجات بالدولار، في حاجات بدون دولار. يعني انت الليله لو شركه زي كنار ستنتهي الترخيص بتاعها في اغسطس، هي مستثمر اجنبي وده ترند عالمي، لما تجي تجدد بتدفع بالدولار او اليورو، فالحكايه مدروسه جدا، ما هي يعني خبط عشواء من جهاز تنظيم الاتصالات، لا ما بيشتغل براو اطلاقا، ولا قائمه التعرفه بتاعته لائحه التعرفه بتاعته بيزا براو، وخذت البروبوزل وكونوا معه ناس وزاره الماليه والاستثمار وغيره وبنك السوداء وتجاز بعد كده وزاره المالية الوزير ومن المجلس السيادي وغيره، يعني القصه فيها ايكو سيستم كامل في تجاه. نحن حقيقه كمنظمين لجهاز تنظيم الاتصالات ننظر للدوله والمواطن والشركاء الاخرين الاوبريترز وندافع عنهم جدا المشغلين، يعني بندافع الدفاع في بعض الاشياء بنرفعها وبنلقى معارضه ونقصه، لما نجي نتخذ قرار مثلا زي الفات، زياده الفات ما بنعبر عنها، حتى على ناس الضرائب في الاجتماع الاخير اللي حصل قبل شهر سنه الكوفيد بالذات، بنجيب مناديب شركات الاتصالات بنتصل بمدراهم بيجيبوا، فالقرار بيطلع كله متوافق عليه من كل الاطراف. لما اجي انا احدد سيل او حد لزياده تعرفه خدمات الاتصالات في السنه او غيره، بكون في باتصال او توافق مع شركات الاتصالات اطلاقا، ما في حاجه الواحد بتاخذها براو. بعد كده بمشي بدافع عن الزياده دي اللي هو بتراها جزء ثاني في الحكومه انها قليله جدا لانه الانفليشن ضخم، بدافع عنها انه الناس في حاله بتاعت خساره والناس ما قادرين نعمل انجكشن والعمله الصعبه ما في والوقود و يجوا يهاجموني ويقولوا يا اخي الكواليتي اوف سيرفيس بتاعت الشركات دي سيئه جدا جدا. بعد كده بدي المبررات الحقيقيه اللي بدافع عنه، فانا ببقى في النص زي المودريتر زي الميدييتر. زي المودريتر الحاسي زمنه راح وبهناك كبير. يعني انا بوعد شركات الاتصالات يا دكتور انور في كلمتين.
نعم. انه الناس الان بتعكف وبنجي وبنقعد في اجتماعات ريموت لواوا في انه كيف تكوب الازمه والانفليشن الحاصل لشركات الاتصالات تو انها تستمر تبدا تشتغل تربح. دي من الحقيقه الناس شغاله في الحته دي تماما. بتضغط على الدوله لشروط استثمار جاذبه، بتضغط على الدوله في حته دعم شركات الاتصالات، بتضغط على الدوله في توفير الوقود. الان كل الشركات دي نحن ضغطنا على وزاره الطاقه خصصت لها حصص من ضمنها سوداتيل. امبارح احنا كنا معهم في اجتماع قالوا انه عندهم حصص وقود لحد سبتمبر. ده كله بالدعم يعني. فما في مبرر بعد ذاك، انت عندك وقود ما في مبرر تقول الكواليتي كاب يعني الا اذا سرقت بطاريه، لكن في اوبشنز ثانيه، في تكنولوجيز ثانيه امشي لها رخيصه وقاعد الفندرز قاعدين ناس هواوي وغيره. فدائما يمكن يعني بشهاده مدراء الادارات العامه للشركات الريجوليتر هنا مرض راضين عنه لانه بيشتغلوا في دائما في تيم ورك وبعدين لمصلحه البلد. هاي بعدين انا بوري مشاكل شنو، انت بتوري مشاكلك ونقعد نوصل لحلول. اذا انا بقيت في الدوله في قطاع من الدوله زي الضرائب او غيره اجتمعت ما حسيت انه حيقصوا عليك بجيبك تدافع معي عنك ومن دافع وقد كان يعني اسل. والله دكتور جمال صراحه يعني انا مبسوط جدا جدا انك انت الادفوكيت، انت الزول بتدافع عن المواطن وتشوف المصلحه بتاعته. يعني خليك من مساله انك انت يعني الاكسبرتيز بتاعتك في المجال والبتاع، لكن فعلا فاهم انه الجيم بيكون محتاج فلكسبيليتي وكومبرومايز بعض الاحيان، حركه باك اند فورس. فاحنا طبعا يا اخوان النقاش بتاعنا ده كان تاسيسي فاونديشنال لعدد من الجلسات الجايه ان شاء الله. الزملاء كلهم الموجودين حاليا في الجلسه، وليد مدني هديك دقيقه واحده تقول فيها الفكره الاخيره، بعد كده عبد الله فراس ايمن وطيب. نعم السيشن التايتل بتاع كان التحديات اللي بتواجه نعم. الاتصالات. I hope احنا we answered ضمنيا او بطريقه غير مباشره الاسئله بتاعت الناس او الكومبلينز بتاعت المشتركين ان اخواننا شبكه ضعيفه، كل الشبكه ضعيفه، انترنت ضعيف بتاع، في تحديات يا جماعه زي ما استعرضناها في اللقاء ده. شكرا دكتور انور، شكرا لك، شكرا جزيلا. طيب المايك كان ميوتد، مايك شنو؟ طيب ايوه طيب كان ميوتد، عايز تفضل. يس انا حقيقه شاكر، يمكن الكونفرنس حقيقه كان حاجه ممتعه جدا، الواحد ما مل، الواحد استفاد كثير. دكتور جمال غامه حقيقه استفدنا منه، رجل منفتح علينا كلنا، وحقيقه استفدنا من كل الزملاء. الاضافات مع يعني ما عاديه بجد، وان شاء الله نحن بنوعد الناس بانه قدر ما نقدر نقدم خدمات احنا بنقدم. انا كمان بطمن ايمن علي بانه احنا في شات قاعدين، عندنا كيبلنا بتاع الاليه فصل لحد غدري، وبقول له برضه في اثيوبيا تيليكوم نحن برضه قاعدين الحمد لله. يعني يمكن الانفراستراكشر ماشيه بصوره قويه جدا في السودان والجنوب، نحن قاعدين لحد الميرم وقاعدين في الراوات، ويعني الحمد لله يمكن احنا في حدود دولة جنوب السودان برضو قاعدين. فهي بس عايزة شوية شغل كده، لكن ان شاء الله الناس حترتيه بصورة يعني احسن، وان شاء الله العائد ده كله حيكون للمواطن على اساس انه دي الحاجة المهمة. اكزاكتلي احنا دارين نقدم للمواطن خدمة متميزة باسعار منافسة ومناسبة له في متناول يده، على اساس انه يقدر يستمتع بالخدمات دي، لانه هي بقت عضو الحياة. الليلة بدون تلفون لا في فني بيقدر يشتغل، لا حيقدر يرد على المقاول، لا في زول حتى بتاع الخضار الليلة عندنا بوف الليلة تطبيق عمل الرنشنج بتاعه كل الدنيا ماشي على التلفون وماشي على البيزا الانفراستراكشر بالتأكيد. فبالتأكيد المسؤولية كبيرة علينا، ونحن بنكون سعيدين جدا والله سعادة لا توصف لما نلقى موقع من مواقعنا في الخلا هو أونلاين و 99% الأبيلابيليتي بتاعته، حتى لو ما في ريفينيو. ده ليه؟ لأنه بهمنا إنه الزول ده القاعد في الحتة دي لما نلقى الخدمة عشان يطلب إسعاف أو عشان يطلب نجدة، دي بالنسبة لنا كفاية. أنت خلاص سيرف المواطن بالصورة الصحيحة. طيب بالنسبة للكونتريبيوشن بتاعت المركز القومي للبحوث، الحتة دي أنا مهمة جدا، أتمنى أنكم يلتقط القفاز في القصة دي. والله انا ما بقدر اوعد بصوره 100%، لكن انا بقول ان احنا الاكاديميه مفتوحه، هي اوريدي
بيئة خصبة جدا لأنها تقبل كل البحوث وتقبل كل الناس. لا حتى أنا أتكلم على دعمي لمينتنس لحاجات لها علاقة بالبحث والقصة بتاع تصنيع الأنسولين في السودان واستجلاب بعض الحاجات البسيطة الحتة دي. نحن ممكن ده كويك وين كده الناس تعملوا طوالي. سوداتيل هي مخصصة لعام 2020 لعام الصحة، وإن شاء الله الحاجة دي نحن نرفع لإدارتنا التنفيذية وإن شاء الله نوعد خير بإنه الإدارة التنفيذية تنظر لها بعين إيجابية إن شاء الله وتدينا فيها حاجة مجزية للأطراف كلها. تمام، شكرا جزيلا لك يا محمد الطيب. فراس الله يخليك، شكرا يا شكرا. والله يا دكتور انا اشكرك انت اول تحت الفرصه لينا يعني، واشكر دكتور جمال على الشفافيه، لانه يعني صراحه دائما يعني من الجانب الحكومي بيكون الحاجات غطغطه وتزدز كده الكفايه، لكن الوضع يتغير طبعا ومستبشرين خير يعني ان شاء الله ان شاء الله. طيب ايمن. طيب انا بس احب اطمن الناس يعني انه السودان عموما في مجال الاتصالات يعني عندنا باع قديم جدا جدا، وباع يعني السودان في يوم من الايام كان من افضل الدول في مجال الاتصالات. دي معلومه قد تكون خافيه على الناس، يعني السودان كان في الرانكينج في التسعينات من الدول المتقدمه جدا جدا في مجال الاتصالات، بعد ما كانت التمدد بتاع شبكه الفايبر اوبتكس، وبعد ذاك الاي تي ام، وبعد ذاك ظهرت الاي دي اس ال، وكان صراحه للشركات الموجوده الوقت ذاك يعني كريديت كبير جدا جدا. الحاصل ده انا بعتبره هو يعني زي ما بيقولوا كبوه صغيره جدا جدا، مترنح الحاصل ده نتيجه لمشاكل هي مؤثر على كل القطاعات، مؤثر على كل البلد صراحه. التعافي بتاع ان شاء الله بيتطلب الايفورتس بتاعه الجميع، وانا متاكد انه صراحه على الايكو سيستم بتاع الاتصالات كله لو مسكناه من ناحيه الريجوليتر اللي هو جهاز تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات، الناس على وعي كبير جدا جدا وخبرات عاليه جدا وتعاملنا معهم ما شاء الله. يعني صراحه يعني دي معلومه برضو قد تكون خايفه على الجمهور، يعني انه صراحه الليفل بتاع الكواليفايد بيبل والاكسبيرت بيبل الموجودين في قطاع الاتصالات هو عالي جدا، وانا بعتبره من اعلى في المنطقه يعني. فدي وعكه يتعرض لها الوطن كله، ان شاء الله حنتعافى وحنمشي لقدام، والقطاع ده اكيد قطاع هام ولازم الناس يعني تستثمر فيه اكثر وحنبنيه ان شاء الله. تمام ان شاء الله. عبد الله، احنا فقدنا عبد الله اسي بيسوي ما معارف. دكتور جمال، احنا هنقول لكم يا اخواننا هنتلاقى ان شاء الله الاسبوع الجاي في المناقشه بتاعت الجزء الثاني من التحليل بتاعنا السوات اناليسيس، شنو النقاط بتاعت السترينجز، شنو الثريتس، وشنو الاوبورتونيتيز بعد ما غطينا جزئيه التحديات. النقاش هيكون متواصل في مجموعه الباحثين السودانيين اللي هو لحسن الحظ كل المدير البانلست الموجودين هنا أعضاء فيها، وشكرا جزيلا لكل الناس اللي تابعوا الأسئلة الجات، في بعضهم مسخن شوية يعني معلش، إن شاء الله فهمتوا التحديات شنو بتلاقي الناس عشان تكون الخدمة ما موجودة، تحديات زي سرقة الأجهزة، تحديات زي انعدام الوقود، انعدام الكهرباء، الديبريشيشن بتاع العملة بتاعتنا، أسعار الدولار، عدم يعني في قلة الرغبة في الري انفستمنت في الانفراستراكشر، ما قادرين الناس تحول قروش من برا، ما قادرين تدخل قروش من برا لجوا الى اخره، وفي تحديات لكن في فرص حنشوف ان شاء الله في الجلسات الجايه. اشكركم جزيلا يا شباب، شرفتونا اليوم ونورت البانل، ونتمنى انكم تكونوا معنا في البانل بتاعت النفسيه يعني سايكولوجي التزول السوداني مهمه جدا بالمناسبه. اي هتكون بكره ان شاء الله مع الاستاذ محمد جمال الدين، فلحد ما نشوفكم نلقاكم تاني. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.